بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. زي ما حضراتكم عارفين، كل يوم بنبقى مع حضراتكم خلال هذه الفترة. كرة القدم أو الدوري العام المصري وجميع الألعاب، الدنيا هادية شوية، أو الناس كلها أخد أجازة، والناس كلها دلوقتي مريحين في البيوت، وبعد كده ان شاء الله يبداوا يرجعوا بقى على فترات الاعداد. كل الالعاب تقريبا يرجعوا، او بدات بالفعل بعض الالعاب ان هي ترجع لفترات الاعداد في كل النادي الاهلي ان شاء الله. كره القدم زي ما حضراتكم عارفين، اعتقد يوم 23 او 24 لم يتم الاعلان حتى الان، سوف يعود الفريق الاول لكره القدم بعد فتره ان شاء الله. ان شاء الله تكون فتره رائعه، فتره جيده. من وجهه نظري أن الأجازة اللي خدها أو اللي هياخدها أو اللي هي موجودة دلوقتي لكل اللاعبين، العشرين يوم أو الاتنين وعشرين يوم اللي هياخدوهم، هتفرق كتير جدا 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 في الموسم اللي جاي، خصوصا أن الموسم اللي جاي موسم صعب جدا جدا جدا، وموسم مزنوق جدا جدا جدا. يعني إيه موسم مزنوق؟ يعني كل يومين ثلاثة هتلاقي مباراة، كل حاجة هتلاقيها بتحصل. الفترة القادمة من أصعب الفترات على لعيبة النادي الأهلي من حيث ضغطة المباريات وكل شيء. عشان كده أنا بقول لحضراتكم العشرين يوم دول مهمين جدا جدا لكل اللاعبين. امبارح اتكلمت مع حضراتكم وقلت يمكن أن هناك من يحاول أن يحدث أي بلبلة حول النادي الأهلي لضرب الاستقرار. الحمد لله، الحمد لله، نحن دايما بنقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل، عشان بتجدوا أن هذه الأمور بتحصل بعد كده، أو المحاولات لا تتوقف. قلت على اخر الاسبوع، يعني انا متوقع ان انا، يعني انا ساعتها قلت كده هزار، يعني 3000 فيديو، 650 الف سبب وراء التغيرات النادي الاهلي في قطاع كره القدم. والحقيقه ان اللي بيعملوا الكلام ده ما كدبوش خبر، والنهارده مطلعين اشاعات جديده. كل يوم احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي هو المسؤول عن تغيرات قطاع الكوره، اللي مشى الكابتن سيد، واللي جاب الكابتن خالد، واللي جاب اللي مش عارف عمل ايه واللي عمل ايه. والله العظيم هذا كلام لا يصدقه عقل. والغريب، وبالنسبة لي هي شيء غريب جدا، ان كل اللي بيعمله في هذا في مجال كرة القدم عارفين كويس جدا جدا ان كل اللي بيتقال ده لا له لازمة ولا له اي تأثير. لا له لازمة ولا له اي تأثير مهما تقول. حد قال لك انه فلان الفلاني ده او احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي له دور كبير في انه التغيرات اللي بتحصل في قطاع الكوره. ومصر كلها تعلم سياسه النادي الاهلي. وليه بقول ان كل ده ملوش تاثير؟ لانه الحقيقه جمهور الاهلي قال كلمته وبيدعم ناديه وفريقه ومجلس ادارته. وهنا انا ما بتكلمش عن اسماء، ما بتكلمش عن اسماء. هو حد ينكر ان كابتن سيد عبد الحفيظ ده من، يعني من اقرب الناس لقلوب كل الاهلاويه؟ حد ينكر الدكتور احمد ابو عبله ده واحد من الناس اللي عملت، اللي جت فتره وعملت شغلها؟ محدش يقدر ينكر هذا الكلام. هنفضل نتكلم وهنفضل نقول الاهلي الكيان الكبير وجمهوره الوافي العظيم، واللي فيه ناس بتحاول تعكر اجواء الفرحه باشاعات. كل يوم، كل يوم اشاعه، وكل يوم موضوع بيحصل. انا بس عاوز اقول اللي بيعملوا الحركات دي ان عادي، يعني يعني طلعوا خلاص زي ما انتوا عايزين، طلعوا اشاعات كل يوم واحنا هنطلع نتكلم ونرد عليكم. جمهور الاهلي صاحي وواعي وقال كلمته من اول يوم. النادي الاهلي بيدعم ناديه، مش معنى كده ان هو ما بيحبش كابتن سيد عبد الحفيظ، ومش معنى كده ان هو ضد كابتن، لا. هو ممكن جدا يكون الناس زعلانه ان، او بعض من جمهور الاهلي زعلانين ان كابتن سيد مشي، لكن الكل الكل بيساند النادي الاهلي وبيدعم قرار النادي الاهلي في هذا الامر، وبيدعم كل ولاد ناديه، ده جمهور النادي الاهلي سواء اللي في مناصب او بره المناصب، لان ده هو اللي اتربينا علينا داخل النادي الاهلي. بالمناسبه فكره ان النادي الاهلي مكتسح كل البطولات في الكوره وفي مختلف الالعاب بالمناسبه، والحمد لله بيواصل نجاحاته على مختلف الاصعده، بتضايق ناس كتير، بتضايق ناس كتير. خليهم متضايقين وخلونا في فرحتنا بالموسم، بهذا الموسم التاريخي. خلونا احنا كمان في فرحتنا بهذا الموسم التاريخي. بعض اصدقائنا
او بعض الاصدقاء على تويتر بيقولوا لي يا عم اسلام انت القناه ما احتفلتش بهذا الموسم التاريخي، ده احنا عملنا حلقه للتاريخ مع كابتن خالد العوضي ومعانا 30 ولا 35 كاس. كابتن هيثم السعيد عمل حلقه او حلقات في واحتفل مع لعيبه اليد ولعيبه الطايره ولا لعيبه السله كل اللاعبين وكل اللاعبات. يعني اللي كان متابع خلال الفتره اللي فاتت الحمد لله بالعكس، ده احنا يعني اتبسطنا جدا بكل الالعاب. هنا برضو انا فاكر ان احنا جبنا في البيت الكبير كباتن السله وكباتن الطايره وكباتن وبنات السله وبنات الطايره واحتفلنا بيهم. كل برنامج وكل قناه الاهلي كانت بتحتفل بلاعيبه النادي الاهلي طوال الفتره اللي فاتت لغايه لما خدوا اجازه، الناس مش هنجيبها من اجازتها يعني. فبالنسبه لفريق كره القدم اللي عايز اقوله لحضراتكم انه زي ما حضراتكم شفتوا وزي ما حضراتكم كنتوا شايفين كل 3 ايام او كل يومين كانت مباراه. خرجنا من الدوري من بطوله العام المصري، رحنا للكاس مصر، وصلنا لقبل مصر، وبالتالي اللعيبه بعد عنده اجازات. فخلي بال حضراتكم اللي احنا بنقوله ده، انا حريص، انا قناه الاهلي بتبقى على كل اللاعبين بالمناسبه من حقهم ان هم ياخدوا اجازه، وانا دايما من الناس الامر على طول بقول هذا الكلام. فاللي بقوله لحضراتكم يعني لا، عملنا احتفالات كتيره جدا واحتفلنا وعملنا وكل حاجه الحمد لله. وبعدين في نفس الوقت على الجانب الاخر، ما هو احنا بنحترم سياسه النادي الاهلي في انه يا جماعه مش هنطلع حد دلوقتي، ولا عندنا ولا بره بالمناسبه، ده كان بيحصل. فان شاء الله ان شاء الله لما اللعيبه ترجع ان شاء الله ان شاء الله نعمل لهم، لو اقدر اعمل حفله كامله ويكون فيها كل اللاعبين، صدقوني هعمل كده عشان خاطر جمهور النادي الاهلي. يعني لو في راحه شويه، لكن اللعيبه هترجع يوم 24 على ما اتذكر او على ما اتخيل، ممكن يسافروا بعدها بيومين ثلاثه فمش هيلحقوا، حاجات كتيره جدا. وكل اللي يهمنا ان احنا ندعم فريق الكوره وندعم فريق السله وندعم كل الالعاب. علشان ايه؟ علشان نواصل النجاح، لان هو ده سيستم النادي الاهلي بالمناسبه. مش عايز افكر حضراتكم انه في ناس في وسط الموسم رمت الفوطه، ولكن احنا كنا هنا واقفين، وبرضه الناس انتقدتنا للاسف، قال لك انت طالعين تطبلوا مش ده اللي حصل وده اللي اتقال. والحمد لله خدنا بطوله افريقيا بفضل هؤلاء اللاعبين، وبفضل ان احنا عندنا اداره بتعرف تاخد قرارها. وفضلنا واقفين ايدينا في ايدين بعض، ودعمنا الفرقه، وكنا لغايه لما خدنا البطوله. الحمد لله والشكر لله. ما بقولش اسلام، انا بقول قناه الاهلي بالكامل، كل الناس اللي هنا وكل اللي هنا كلهم مشجعين درجه ثالثه بالمناسبه. كلهم مشجعين درجه ثالثه. فاللي بقوله لحضراتكم ان لا يا جماعه احنا الحمد لله والشكر لله، صدقوني عملنا احتفالات كثيره. ارجعوا للفيديوهات، ارجعوا لليوتيوب، خشوا على صفحه القناه وشوفوا الاحتفالات اللي اتعملت في شهر 5 مثلا، 5 و6 ده كان كله احتفالات، الحمد لله والشكر لله. يا رب يديمها احتفالات، يا رب نفضل دايما نحتفل. فدخلت الموضوع ده كان مهم جدا، لان الحقيقه بجد بعض الناس بتتكلم كتير في هذا الامر. هي يمكن احنا والله مش احنا برضو اللي مقصرين، يعني احنا فريق الكوره الحقيقه واللعيبه كلهم، وانا بتكلم معاهم كلهم تقريبا، عايزين يجوا، عايزين يطلعوا من خلال قناتهم قناه الاهلي علشان يطلوا على جمهورهم من خلال قناتهم، ولكن مفيش وقت. والله ما في وقت، مش لاقيين وقت نطلع فيه الناس. لما يبقى فيه ربع وقت هتلاقونا يعني في ظهرهم. وخلي بالك هتقول لي ما هو انت عندك 20 يوم اهو، ال 20 يوم دول اهم من الفتره اللي فاتت. من وجهه نظري، مش من وجهه نظري، من وجهه نظر اي حد لعب كره قدم، اللعيبه محتاجه في هذا التوقيت ان هي تبعد. يعني انا شفت صوره، انا اسف ان انا طلعت بره الموضوع، ولكن انا شفت صوره لعيبه الاهلي مع بعض، كهربا اعتقد وقفشه والسوليه اعتقد او ياسر ابراهيم، ممكن يكونوا قاعدين في حته واحده. وقعدت قلت لهم يا جماعه حاولوا تبعدوا عن بعض شويه، والله انا محتاج اريح،
ابعد عن كره القدم، محتاج اريح دماغي خالص وافكر في مراتي، في ابني، في امي، في ابويا، امي وابويا الاول طبعا، ومراتي وابني، افكر فيهم واقعد معاهم واتبسط معاهم واتبسط بيهم. الاجازه كده، واقعد اريح رجلي كده، واقعد في البحر ما اعومش كمان، مش عايزهم يعوموا الحقيقه، عشان الميه المالحه كمان في البحر بتاخد الطاقه السلبيه. فعشان كده انا نفسي ال 20 يوم دول لعيبه الاهلي ما يبانوش خالص خالص. فده مهم جدا. فانا بس حبيت ان انا اتكلم مع حضراتكم في هذا الامر، وسط انه كل مروجي الاشاعات اللي طالعين. وبالمناسبة أنا هنا ما بحجرش على حد، كل واحد هو حر يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، ولكن نادي الأهلي نادي منظم وله سيستم عمل. المفوض بملف كرة القدم واحد. أيوه، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية. طيب، نمرة اتنين، كابتن محمود المفوض من مجلس إدارة النادي الأهلي معاه لجنة تخطيط برئاسة كابتن محسن صالح، وفي عضويتها كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وكابتن زكريا ناصف نجم النادي الأهلي السابق. ما لم يصرح أي من الأسماء اللي أنا قلتها لحضراتكم بصفاتهم في موضع المسؤولية عن ملف كرة القدم، فلا صحة لأي معلومة يتم تداولها بدون مصدر. الأربع أسماء دول هم اللي عارفين كل حاجة. الأهلي لديه موقع رسمي، الأهلي لديه مركز إعلامي، الأهلي لديه قناة فضائية. أي خبر خارج هذه المنظومة لا أساس له من الصحة. وحضراتكم يمكن أنا أتذكر كان في لاعب جاي من البرتغال اسمه يعقوب، لو حضراتكم تتذكروا، ناس كتير قوي قالت لي عم إسلام ده الناس كلها أعلنت ان خلاص يعقوب ده جه النادي الاهلي. قلت لهم يا جماعه، قناه الاهلي والمركز الاعلامي ومثل هذه الامور ما ينفعش نتكلم في حاجه لانها بتبقى رسميه. فبما انه لم يتم الاعلان او لم يصلنا اعلان ان احنا نعلن عن هذا الاسم، فخلاص يبقى لسه لم يتم الاعلان عنه. ناس قالت تقول لي خليكم انتوا في اللي انتوا بتعملوه وبتقولوه وبتاع، والراجل هيتم عنه الاعلان بكره. صح، الراجل لم يتم الإعلان عنه ولم يصبح لاعبا في النادي الأهلي لظروف كثيرة جدا. تخيلوا بقى حضراتكم لو كنا احنا طلعنا وقلنا هذا الكلام، أو المركز الإعلامي قال هذا الكلام، أو صفحات النادي على السوشيال ميديا المختلفة يعني كانت قالت هذا الكلام، كان إيه اللي ممكن يحصل؟ فالحمد لله والشكر لله إن الأهلي علاقته جيدة جدا جدا وممتازة بكل وسائل الإعلام بالمناسبة. والمفروض إن أي وسيلة إعلامية كلها على علم بسيستم النادي الاهلي. لكن ترويج الاشاعات بدون مصادر وجهه نظري ان هي مش حاجه حلوه، الواحد بس بيستغرب من اللي بيحصل. طب قرار، على افتراض مثلا قرار صدر الاسبوع اللي فات، ليه بعض وسائل الاعلام والسوشيال ميديا مشغوله وبتحلل وبتوصل ان هي والله العظيم ثلاثه في حاجات، لانها بتخترع اختراعات وتطلع اشاعات. يعني ممكن واحد يطلع ويتكلم والله العظيم ثلاثة ما هو عارف حاجة وبيقول أي حاجة، بيقول أي كلام، بيقول الموضوع بعيد خالص عن اللي بيحصل. ولكن زي ما قلت لحضراتكم، حيثيات القرار في أي تغييرات بتحصل داخل النادي الأهلي من 1907 وحتى الآن لا يعلمها أحد ولن يعلمها أحد. ده اللي بيحصل جوه النادي الأهلي. طب يا جماعة خلينا نروح لحتة تانية، في أندية تانية كتير عندها موضوعات ومشاكل حقيقية ومعلنة وبيانات وكلام متبادل على تويتر، ما تتناولوه، ما تتكلموا عنه، ما تشوفوا مين بينتقد مين ومين بيشتم مين ومين بيقول على مين ايه ومين بيقول شبشب ومين بيقول فانيلا مقطعة ومين بيقول مش عارف ايه والكلام اللي اشمعنا اشمعنا قرار خده النادي الاهلي من اسبوع، او ادارة الكرة في النادي الاهلي خدته من اسبوع لغاية دلوقتي، وبيتم فيه كمية معلومات مغلوطة غير طبيعية. طب خلينا نتكلم مع حضراتكم عن شوية مشاكل كمان، وهي مشاكل عامة في كرة القدم المصرية. مش بتكلم على حد بعينيه، مش عارف ليه الناس مش واخدة، أو هذه المشاكل مش واخدة الحيز من اهتمام السوشيال ميديا وبعض وسائل الإعلام اللي عمالة تطلع تتكلم.
فمثلا يعني هناك أندية ممنوعة من القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وهنا أنا مش بتكلم عن نادي والله، أنا بتكلم عن 3-4 أندية موقوفة موقوف القيد بتاعها بقرارات من الفيفا. في نادي عنده 3 قرارات إيقاف لحين ما يسدد المستحقات. يعني ما ينفعش الأندية الموقوفة دي تعمل أي حاجة أو تعمل أي صفقات لأنها اسمها إيه؟ موقوفة من القيد. وليه ما حدش بيتكلم في الحاجات دي؟ ليه اتحاد الكرة لا يعلن عن أسماء الأندية الصادر بحقها قرارات إيقاف للقيد؟ مش من عندنا، مش من النادي الأهلي، ولكن من المحكمة الرياضية الدولية والفيفا. ليه ما بيتمش الإعلان؟ علشان نحافظ على حقوق اللاعبين والأندية الأخرى. الأندية الأخرى اللي هي بتخش معاهم في صفقات يعني، وفي الآخر اللاعيبة نفسها مش عارفة تنتقل لأندية. ليه اتحاد الكورة ما يطلعش للرأي العام وهو ويقول والله احنا حصلنا المديونيات من الأندية اللي كانت عليها مديونيات. هل ده حصل ولا لأ؟ طيب هي ايه المشكلة لما اتحاد كرة القدم يطلع يقول ازاي الأندية دي أيدت اللعيبة وهي عليها مديونيات كبيرة؟ والله هنا انا ما بتكلم عن نادي ولا في دماغي نادي والله. في أندية كتيرة عليها مديونيات وما بتدفعش أصلا. هنا في الموضوع ده تحديدا انا حابب ان انا اوجه الشكر لاحد اعضاء مجلس اداره الاتحاد دكتور ايهاب الكومي اللي طلع في برنامجه، عنده برنامج في قناه صدى البلد، وقال بكل وضوح ان النادي الاهلي هو اكثر الانديه الملتزمه في تعاملاتها مع الاتحاد المصري لكره القدم سواء في القيد او اي تفاصيل اداريه اخرى، كمان أندية المؤسسة العسكرية. ده مش كلامي، ده كلام أحد المسؤولين اللي ليس له علاقة ولا بأهلي ولا بغيره. التصريح ده في ناس كتيرة محتاجة أنها تقف عنده. الأهلي الأكثر التزاما بكل اللوائح في تعاملاته، مش بس في اتحاد، مش مع اتحاد كرة القدم، وإنما مع جميع الجهات اللي بيتعامل معاها، والنتيجة واضحة، نجاح واستقرار. والشهادة المرة دي جاية من أحد أعضاء اتحاد كرة القدم اللي هو بيشتكي وبيقول، اتحاد كرة القدم يعني بيشتكي وبيقول مش عارف أحصل مديونيات الأندية، وفي الآخر بيفتح القيد ليهم. طب ما حضرتك كده بتجني على منظومة الكرة المصرية وعلى اللاعبين وعلى أندية بتعيش على بيع بعض اللاعبين المميزين. وخلي بالك ما هو ما دفعش فلوس الحكام، كان منتظر ان ياخد المديونيه ويدفع فلوس الحكام. فالحكام دلوقتي عندهم مشكله وعندهم مديونيه كبيره. فلما يكون نادي مثلا عنده مشاكل ماليه لازم تقول له حل مشاكلك وسدد ديونك. هو ده السيستم في اتحاد كره القدم في اي مكان في العالم يعني. لكن الغريبه ان اتحاد الكوره عامل نوع من يعني التعتيم على طبيعه تعاملاته في فتره القيد الحاليه، معرفش ليه. يعني لما انديه ممنوعه من القيد واتحاد الكره مخبي وبيتعامل وكان مفيش حاجه. كان مفيش حاجه. تيجي انديه ثانيه صغيره تعمل معاهم صفقات وتبيع لهم لاعبين وفجاه ما يلاقوش ولا لعيبه ولا فلوس. وجهه نظري ان هنا اتحاد كره القدم بيتحمل المسؤوليه. فعشان تخلي مسؤوليتك وما تصدرش مشاكل للاعبين والانديه لازم تعمل بشفافيه. طب ده انا يعني كل اللي قلته ولسه ما اتكلمتش مثلا عن تراخيص الانديه ولجنه التراخيص. يا ريت اتحاد الكوره يطلع يقول لنا تشكيلها. هل في حاجه اسمها لجنه تراخيص في اتحاد الكوره؟ لو في يطلع يقول لنا تشكيلها. طيب يا ريت كمان يقول لنا بيدي تراخيص للانديه على اي لائحه. يعني هناك يعني قعدنا ندور لقينا كذا حاجه فاحنا مش فاهمين. حد يطلع يفهمنا على اي لائحه الانديه المديونه بتاخد رخصها على حسب ايه؟ على حسب جدوله مثلا. طب الجدوله دي شكلها عامل ازاي؟ وهل في تقرير سنوي تقول فيه الانديه التزمت بجدوله مديونياتها ولا لا؟ ادي مشاكل. ادي انا بقالي مثلا ربع ساعة ولا تلت ساعة بتكلم في مشاكل بعيدا عن النادي الأهلي، الناس سايبة كل هذه المشاكل وبتتكلم عن
تغيرات حصلت في قطاع الكرة داخل النادي الأهلي، اللي من حق النادي الأهلي اللي واخد كل البطولات إن هو يعمل اللي هو عايزه. إدارة الكرة بتختار ما تراه مناسبا في التوقيت اللي بتراه مناسبا ليها. وخلي بال حضراتكم، والله العظيم ثلاثة دي 10 أو 20 الكلام اللي أنا بقوله ده، أو المشاكل اللي بقولها دي 10 أو 20% بالكتير من المشاكل اللي موجودة. يعني أنا هنا وما اتكلمتش عن دوري القسم الثاني والثالث والأزمات اللي الاتحاد الكرة بيعملها لنفسه. والموسم خلاص يعني ده في خلال شهر، شهر وشوية. كل ده وبعض وسائل الإعلام متجاهلة هذه المشاكل، وكأن ما فيش في مصر غير التغيرات التي حدثت داخل النادي الأهلي. طب النادي الأهلي ناجح ومستقر وعنده تقاليده وعنده جمهوره ومبسوط، أنت عاوز تصدر مشاكل وهمية للنادي الأهلي ليه؟ لما نتكلم وندي نصايح للأندية المتعثرة واللي عندها مشاكل مالية وإدارية عشان نقدر تركز يعني في مشاكلها وتحلها، والله العظيم بنتكلم بمنتهى المصداقية. يعني أصل أنا محتاج إن أنا ألاقي ناس بتنافس، لأن المشهد ده كله بيوديني لسكة إن أنا وبعدين مشهد متكرر بيحدث كل فترة، لأنه في ناس بتبقى عايزة يعني يرتفع اسمها أو تاخد شهرة على حس اسم النادي الأهلي. صدقوني طول ما الأندية سايبة مشاكلها ومركزة إنها تصدر مشاكل للنادي الأهلي، عمرهم ما هيرجعوا للمنافسة تاني، عمره ما حد هينافس النادي الأهلي. لأن النادي الأهلي خلي بال حضرتك، النادي الأهلي لا ينظر لكل هذه الأحداث. النادي الأهلي زي ما شفتوا امبارح كابتن وليد سليمان راح اسكندرية عشان يشوف معسكر الناشئين، كابتن خالد بيبو بيجتمع يوميا مع كل المسؤولين لأنه طبعا عنده إدارة للكرة كبيرة جدا تحته، فبيجتمع مع الجميع وبيعرف كل واحد طريقته في شغله عاملة إزاي. النادي الأهلي شغال وبيجهز لبداية الموسم اللي جاي، والسفرية هتروح ازاي وهنعمل ايه وهنروح فين. محدش بينظر، عشان كده النادي الاهلي بينجح، عشان كده النادي الاهلي بيستمر. محدش بيتكلم في كل هذه الامور، ده شغلي فلازم اطلع اتكلم فيه، لانه انا متأكد انه في على الجانب الاخر يعني مستحيل ده يهز النادي الاهلي، لانه جمهوره في ظهره وادارته هي الادارة الافضل في مصر بالنتائج وبالارقام. طب بلاش، شوفوا اللي بيحصل حوالينا واتكلموا فيه. طب اقول لحضراتكم خبر عشان يمكن تتكلموا فيه النهارده. الكاف اعلن في بيان رسمي بدء التحقيق مع سامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني في اتهامات بالفساد والتلاعب. الموضوع اهو نطلع نتكلم فيه. سامويل ايتو ده اسم كبير واسم، يعني مش عايز اقول لحضراتكم الحكايه، يعني اقول لكم بسرعه يعني ان من فتره قريبه شهر ونص تقريبا الاتحاد الكاميروني أعلن عن إيقاف وإحالة 24 حكم للتحقيق، منهم حكام دوليين بسبب التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات. خلاص تمام. بعدها بفترة قصيرة الأسبوع اللي فات تم تسريب، أو من أسبوعين تم تسريب مكالمة لسامويل إيتو مع رئيس أحد الأندية بيتكلموا فيها أنه هو هيساعده أنه هو يصعد من الدرجة الأدنى للدرجة الأعلى، والمكالمة دي تم تداولها في المواقع والقنوات في الكاميرون وفرنسا. النادي ده يعني كان في الدرجة الثانية وعاوز يصعد للدوري الممتاز الكاميروني، وكان بيحتل المركز قبل الأخير في الدوري الكاميروني. بس المفاجأة نهاية الموسم النادي ده تصدر الدوري وصعد. النهاردة الكاف بيعلن عن في بيان رسمي يعني إن عدد من أصحاب المصلحة في الكرة الكاميرونية تقدموا بشكاوى رسمية ضد سامويل إيتو، والكاف أيضا قال في بيانه أن الاتهامات تبدو خطيرة جدا. سامويل إيتو من المفترض أنه بريء إلى أن تقرر جهات التحقيق غير ذلك. الكاف اختتم بيانه بأنه مش هيصدر بيانات تانية لحين انتهاء التحقيقات. طيب أنا مش هعلق على الخبر، أنا بس قلت أعرضه على حضراتكم لأنه موضوع مهم في كرة القدم الأفريقية وبنعاني منه الحقيقة، قد نكون بنعاني منه، لأنه
في موضوع آخر وشائك فرض نفسه على الساحة الكروية خلال الأيام اللي فاتت، وشهد حالة شد وجذب بين اتحاد كرة القدم وأعضاء الجمعية العمومية، مرتبط طبعا بتطبيق دوري المحترفين. ويمكن رغم اعتراض عدد كبير من أندية الدوري الممتاز على تطبيق دوري المحترفين الموسم اللي جاي، ولكن اتحاد كرة القدم قرر تطبيق وتغيير شكل مسابقة القسم الثاني في الموسم المقبل. امبارح كان في جلسة أو اجتماع لعدد في من أندية القسم الثاني في البرج، برج القاهرة، وادي دجلة، ديكرنس، القناة، لافينا، وغزل المحلة، سكة الحديد، جمهورية شبين، فريق رايا، ومكادي، وبترول أسيوط، وبروكسي، ومصر المقصة، عدد كثير من الأندية. وفي أندية تانية فوضت الحاضرين في اعتماد قراراتها، على رأسها طنطا مثلا. اتحاد كرة القدم رغم كل تحركات أندية الجمعية العمومية أرسل للأندية نظام وشكل المسابقة في الموسم المقبل. كل الكلام أنا قلته امبارح الحقيقة هي هيتم إجراؤه على إقامة دوري من دور واحد لعدد 20 فريق، وإقامة دوري من دور واحد للأندية أصحاب المراكز من الأول للعاشر لتحديد الفريقان الصاعدان مباشرة إلى الدوري الممتاز. أما الفريق صاحب المركز الثالث بيشترك في دورة للتصفيات رباعية مع الثلاثة أندية من المجموعة من القسم الثاني ب، على أن تصعد الأندية العشرين للمرحلة الثانية بنفس عدد النقاط الحاصل عليها من المرحلة الأولى. بعد كده إقامة دورة رباعية من دورين بين الفريق صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني اللي هو المجموعة الأولى، والذي سيتحدد بعد انتهاء المرحلة الثانية بين أصحاب المراكز من الأول للعاشر، والفريق الفرق الثلاثة أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة من المجموعات الثلاثة بعد انتهاء المباريات الفاصلة بين أوائل المجموعات الثلاثة، على أن يصعد الفريق صاحب المركز الأول في الدورة الرباعية إلى الدوري الممتاز. يعني اتكلمنا، كانت أزمة موجودة واتكلمنا عليها من يومين. القصة كلها في إيه؟ إن فريق من الدرجة الأدنى أو الثالثة ممكن يصعد مباشرة للدوري الممتاز بدون اللعب في دوري الدرجة الثانية. حاجة يعني ما بتحصلش غير عندنا هنا في مصر الحقيقة. موضوع صعب جدا جدا، ومعرفش هذا الموضوع سيصل إلى إيه، لأنه النهاردة تحديدا الاتحاد المصري لكرة القدم بالفعل بعت وقال إنه هو ده النظام اللي هيمشي السنة الجاية. إيه اللي هيحصل؟ خلينا ننتظر. النهاردة الحقيقة كان في وفد من نادي الشرق الإماراتي لرياضات الدفاع عن النفس قام بزيارة النادي الأهلي على هامش زيارة فريق التايكوندو للقاهرة لإقامة معسكر تدريبي وخوض عدد من المباريات الودية. كان في استقبال الوفد دكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة الاتحاد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي. ضم الوفد الإماراتي كل من عبيد عضو مجلس الإدارة، وعبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب، وأسامة محمد الرديني السكرتير الفني للتايكوندو، وعلي علوي المدير الفني للتايكوندو بالنادي. ورحب الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي بأعضاء الوفد الإماراتي مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين النادي الأهلي ومختلف الأندية الشقيقة في الإمارات ونادي الشارقة على وجه الخصوص. وقام لاعبو فريق الشارقة بجولة في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، تفقدوا خلالها كالعادة دولاب بطولات النادي الأهلي. طيب زي ما قلت لحضراتكم كل يوم بنتابع الفرق اللي بتبدأ فترة الإعداد أو اللي لسه بتبدأ فترة الإعداد. امبارح جبنا لحضراتكم فريق الطايرة سيدات، النهاردة السلة سيدات، كيفية استعداداتهم للموسم القادم. موسم صعب زي ما قلت لحضراتكم، لأنه النادي الأهلي الحمد لله والشكر لله في كل الألعاب تقريبا فاز بكل حاجة،
باستثناء يعني خمس ست بطولات في كل الألعاب. فعشان كده بقول لحضراتكم هو الموسم اللي جاي موسم من أصعب المواسم على كرة أو على الرياضة في النادي الأهلي. فريق كرة السلة سيدات في النادي الأهلي الحقيقة بيضم عناصر مميزة وواعدة جدا وبيحققوا بطولات وأسعدونا الحقيقة في الموسم الماضي. فريق البنات في الموسم القادم هيكون يعني كما العادة إن شاء الله عند حسن ظن جمهور النادي الأهلي اللي بيتابع وبيدعم كل الألعاب. هنشوف اللقاءات مع بنات السلة وتقارير عن استعدادات فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي للموسم الجديد. هنطلع نشوف هذه التقارير بعد كده فاصل، وبعد الفاصل نجم الكبير كابتن محمد حشيش في ضيافة البيت الكبير. تاني في فترة الإعداد بتاعتنا، استعدادنا زي أي سنة بنعمل قياسات بدنية إذا كان في جيم إذا كان في تراك انديفيدوال، حاجات مهارية في ملعب كرة السلة، نرجع بس نفكر الولاد بالسنس الكورة واحدة واحدة. احنا عندنا بس هي أزمة، أنت عارفة إن احنا عندنا حوالي 8 لعيبة منتخب، أربعة في منتخب مصر الأول واثنين في منتخب ثلاثة على ثلاثة، واثنين رجعوا من منتخب 19 انضموا لينا بس جالهم كده ماتشات ثلاثة على ماتشات مع منتخب الأردن. فاحنا بنمرن خمس لعيبة وباقي الصغيرين من فريق 20 سنة كله بالكامل موجود معانا، يعني بندعمهم وفي نفس الوقت يتعودوا على الدرجة الأولى، نقدر نختار منهم على مدار الموسم حد يكمل معانا أو يلعب ماتشات ودية. ده البيزك الأولاني بنشتغل عليه. بنحط تارجت للولاد، احنا كنادي اهلي مطلوب مننا ايه، عندنا ايه السنه الجايه، عندنا خمس بطولات محليه وعندنا بطوله افريقيا ان شاء الله، التارجت بتاعنا احنا عايزين منهم ايه، بنغرزه في الولاد من اول اجتماع، النورمال بتاع كل سنه بس مش اكتر يعني. والله طبعا السداد هيكون اكيد اقوى من السنه اللي فاتت. كمان السنه اللي فاتت كان عندنا هدف ان احنا طبعا كنا جايين الموسم اللي قبليه ما كانش احسن حاجه، بس طبعا قدرنا السنه اللي فاتت الحمد لله ان احنا حققنا خمس بطولات خمسه من خمسه. طبعا السنه دي هيبقى اصعب بقى من السنتين اللي فاتوا، لان انت طبعا عملتي تارجت كبير قوي مطالب منك ان انت تحافظي عليه، بلس ان انت كمان هتطلبي افريقيا، داخل افريقيا كده كده، فطبعا الناس كلها هتبقى عايزه ان انت تكسبي، فهتبقى خدتي سته من سته ان شاء الله، يعني يبقى لينا نصيب. فطبعا السنه دي موسم تحدي اكتر من السنه اللي فاتت واللي قبلها. طبعا احنا مقسمين يعني بنتمرن فيتنس، مقسمين اللود مع كابتن اكرم، بس بنتمرن بقى تراك والجيم وهنا شغالين اندفيدوال شويه وسبيسنج وبتاع، بس لحد ما بقيت التيم يجي، لان بقيت التيم في المنتخب بس، فشغالين يعني اندفيدوال لحد دلوقتي، لحد ما ان شاء الله ما نتجمع كلنا مش هتبقى نشتغل حاجه بقى تيم ورك مع بعض سواء ديفنسات او كده. السيزون اللي فات احنا كنا السيزون اللي قبليه خسرنا كذا بطوله، كنا قاعدين الجمهور ان احنا لازم نرجع ببطولات ونكسب الخمسه، الحمد لله كنا قد يعني قد المسؤوليه والحمد لله يا رب نكون فرحناهم، وان شاء الله السيزون ده يعني خلاص بقى، يعني السيزون اللي فات كان بلا هزيمه، فان شاء الله السيزون ده يبقى برده بلا هزيمه وان شاء الله ناخد البطولات ومبسوط الجمهور. والله احنا لسه بادئين بقالنا اسبوع، كنا طبعا كل حد لوحده الفتره اللي فاتت في الصيف، لازم طبعا يشتغل على نفسه، الحاجات اللي محتاج يحسنها في نفسه البدني طبعا لازم نشتغل عليه، فكنا مجهزين بحيث ان احنا لما ننزل التمارين نبقى كله جاهز. في طبعا جزء مننا في المنتخب بيلعبوا بطوله وان شاء الله قربوا يجوا، فاحنا لازم نبقى جاهزين عشان اول ما يرجعوا نبقى كلنا في نفس المستوى ونقدر نتمرن يعني بشكل كويس للبطولات الجايه ان شاء الله. والله احنا يعني جمهور النادي الاهلي ده احسن جمهور في مصر، واحنا بنشكره جدا على دايما دعمه، وبنطلب منه انه يبقى دايما واقف معانا ودايما موجود في الماتشات، واحنا ان شاء الله يعني على ان شاء الله نبقى يعني نوصل له رساله كويسه وان احنا نبسطهم دايما ونكسب البطولات الجايه ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي او ضيفي الكبير في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن؟ ازيك يا اسلام؟ الحمد لله ماشي الحال. جو اليومين دول غير عادي، صعب قوي صح؟ حتى هنا في الاستوديو صعب. لا حتى الجو في الاستوديو. اخبار حضرتك؟ تمام كله الحمد لله ماشي الحمد لله. كابتن يعني خلاص احنا خلصنا المباريات وخلصنا كل شيء، وبالتالي
عايزين نقيم مستوى اداء النادي الاهلي في هذا الموسم من وجهه نظرك بشكل عام. بشكل عام طبعا البدايه طبعا مستر كولر طبعا لما مسك الفرقه ابتدى طبعا يشوف الطريقه المناسبه لطبعا لعب النادي الاهلي اللي تناسب النادي الاهلي وتناسب طموحاته وتناسب كمان تلائم اللعيبه والعناصر اللي موجوده معاه. في الاول طبعا في البدايات قعد طبعا يجرب اكتر من لاعب، شاف كل اللعيبه وشافهم في اماكن كتيره كمان، وابتدى يحط عينه على العناصر والطريقه اللي ممكن تبقى تؤدي الى انسب حاجه للعب النادي الاهلي وتؤدي بيه الى النتائج الكويسه يعني. قعدنا فتره كبيره في الاول حقيقه موضوع التشكيل وتغيير التشكيل والنهارده كذا والنهارده كذا والطريقه دي، لا الطريقه دي لغايه ما رسي طبعا على الطريقه والعناصر الاساسيه. والحقيقه برضو ما اكتفاش بكده، هو حاول ان هو، ودي من اهم مميزاته او الحاجات الكويسه اللي عملها، طبعا هو جه عرف طبعا نظام الدوري المصري ونظام طبعا الضغط بتاع الدوري المصري، وطبعا اشتراكات النادي الاهلي في جميع البطولات وضغط المباريات في كده، فكان لازم عليه ان هو يصلح حته السنه اللي قبلها اللي هي عدم اشتراك جميع اللعيبه والاكتفاء ببعض اللعيبه بس، ودي ادت الى طبعا مشاكل كتيره في موضوع الاجهاد والاصابات واللعيبه طبعا كانت بتصاب كتير وكانت طبعا مجهده على طول، فبالتالي الاداء ما كانش على احسن او ما كانش في احسن حاجه يعني. طبعا بعد كده ابتدى بقى لما جرب اللعيبه كلها ابتدى يعمل الروتيشن اللي احنا شفناه كلنا اكتر من مره، بحيث ان هو يستفيد من كل العناصر ويجهز كل اللعيبه تبقى موجوده وكلهم تقريبا يبقوا في مستوى واحد، بحيث ان لو حصل اي تغييرات سواء في البدايه في التشكيل او تغييرات اثناء المباراه ما بتحسش ان في هبوط في الاداء او ان الاداء شكله اتغير، بل بالعكس. صحيح. يعني الحمد لله فترات كبيره قابلنا طبعا بعض النتائج في بدايه مشواره الافريقي، لان افريقيا برضو كانت بالنسبه له يعني حاجه جديده عليه شويه في البدايه. حصل تعثر شويه في دوري المجموعات، بعد كده النادي الاهلي ابتدى الاداء ينتظم والنتائج الحقيقه تبقى كويسه، مشي في الدوري البطوله المحليه بشكل كويس قوي، وكان فارق في الابناط عن اقرب المنافسين. الحقيقه النتائج الكويسه جابت يعني نتيجه كويسه بتجيب نتيجه كويسه، المكسب بيجيب مكسب، والاداء ابتدى يتحسن، واللعيبه كمان ابتدى يعني طور في ادائها على المستوى الفردي اللي تخدم طبعا الاهداف وتخدم طريقه اللعب. شفنا تغييرات في بعض مراكز اللعيبه، شفنا استعانه ببعض الوجوه الجديده اللي كانتش بتلعب خدت فرصتها في مراكز مختلفه. الحقيقه يعني الشكل العام بتاع طبعا البطولات كلها اداء كويس ونتائج كويسه. وعامل طبعا ريكورد كويس من حيث عدد الفوز، مفيش الا يمكن خساره واحده اللي احنا عارفينها في بطوله الدوري، ودي كان تحصيل حاصل في نهايه البطوله بعد ما البطوله اتحسمت. نتائج كويسه طبعا في البطوله الافريقيه، يعني عمل الحقيقه نتائج كويسه جدا جدا. كان موسم موفق للنادي الاهلي بقياده كولر، ومن حيث الاداء ومن حيث النتائج ومن حيث حصد البطولات يعني. طيب بطولات او خمس بطولات استطاع النادي الاهلي ان يفوز بها كلها في موسم بيعتبره كثير من الاهلاويه هو الموسم التاريخي للنادي الاهلي. موسم استثنائي طبعا للنادي الاهلي، اما فرقه بتخش في اكثر من بطوله وبتحرز البطوله، بتحصد كل البطولات اللي هي دخلت فيها، دي حاجه طبعا كويسه تحسب للجهاز الفني وستار كولر، وكمان بتحسب للجيل ده من اللعيبه في تاريخهم. والموضوع ده بقى اسلام يعني مشكلته ان هو زود الضغوط. أيوة. وزود المسؤوليه على الجهاز الفني وعلى اللعيبه، لان لما بتوصل للقمه وحصد البطولات انت مطالب انك تبقى احسن من كده كمان. ما تقلش عن ده حد ادنى بالنسبه لك. طبعا من حيث طبعا راي الجمهور وحتى مجلس الاداره مش هيبقى الاقل من كده طبعا. فدي بتزود الصعوبه، عشان كده لازم الجديه ولازم البدايه تكون قويه، ودي ابتدت الحمد لله بحاجه كويسه قوي اللي هي الاجازه اللي اتخذت
اللي هي الثلاث أسابيع تقريبا، والمعسكر اللي فكروا فيه طبعا في اللي هتعمل في النمسا بعد راحة سلبية لجميع اللعيبة، يقدروا يعملوا فترة إعداد كويسة. الراجل مش هيبدأ بقى من البداية زي ما بدأ لما جه أول مرة يتعرف لسه، هو خلاص عرف طبعا اللعيبة كلها وعرف مستوى كل لعيب ومستوى كل لعيب في المكان ده بالتحديد. حط ايده على العناصر الأساسية، ابتدى طبعا يختار مين هيكمل معاه ومين هيغادر النادي الأهلي. التدعيمات كمان اللي عملها مع مجلس الإدارة، التدعيمات القوية طبعا دي هتزود من قدرة وكفاءة الفريق في مواجهة التحديات اللي جاية. فترة الإعداد مهمة جدا جدا عشان اللعيبة طبعا ترجع بعد الأجازة وتستفيد بقى من فترة الإعداد، ويقدر هو من خلال العناصر كمان اللي استخدمها الجديدة ان هو يدعم. ممكن يكون في حاجات كانت في دماغه السنة اللي فاتت ممكن ملحقش يعملها، ملحقش يفهمها للعيبة. بعض العناصر الجديدة اللي هو اختارها ومجلس إدارة اختارها ممكن تحقق له الحاجات او طريقة اللعب، او لو في ديفوهات السنة اللي فاتت كانت موجودة، ان كان في بعض برضو الحاجات اللي كانت يعني احيانا بتظهر، وهي وصولك الكتير للمرمى وإضاعة الأهداف السهلة، ودي كانت بتبقى مشكلة في البطولات القوية زي مثلا كأس عالم للأندية. ما عندكش فرصة أنك توصل كتير لمرمى المنافس، فلازم يبقى فيه دقة شوية في استغلال الفرص. أعتقد عناصر الجديدة اللي موجودة أو الجديدة أو اللي هي موجودة هتقدر إن شاء الله بإذن الله يصلح الأخطاء اللي كانت موجودة، بعض الحاجات اللي كان ممكن تيجي من غلطات، يعني بعض الغلطات الدفاعية ممكن يقدر برضو يصلحها. هو شغلة المدرب الأساسية إن هو تصحيح الأخطاء وتنمية قدرات اللعيبة، فأعتقد إن شاء الله فترة إعداد تكون كافية وتكون مفيدة جدا جدا للمشوار القوي اللي مش هيقل عن السنة اللي فاتت من حيث الضغط المباراة ومن حيث الأهمية. يعني وإحنا بنتفرج على مشوار النادي الأهلي في الدوري، النادي الأهلي السنة اللي فاتت الأكثر وجهة نظري هو الأكثر خوضا للمباريات في العالم كله، يمكن تمام لعبنا عدد كبير جدا من المباريات، يعني خلينا نقول من اول السنه لغايه دلوقتي. صحيح. اعتقد ان ال 20 يوم دول يا كابتن، ال 21 يوم دول هيكون لهم تاثير زي ما حضرتك قلت، تاثير ايجابي كبير طبعًا. جدا جدا في الموسم اللي جاي. ولكن الموسم اللي فات احنا بنتكلم على حاجه عكس حاجه، يعني عدد كبير من المباريات، ولكن على الجانب الاخر احنا قدرنا ان احنا نعمل موسم تاريخي داخل النادي الاهلي، الاثنين عكس بعض. هو الراجل تفهم الموضوع ده كويس قوي، ما كانش يقدر ان هو يعمل الاداء ده ويعمل النتيجه دي ب 14 15 لعيب بس. صحيح. كان لازم ان هو عنده 30 لاعب مقيد غير العناصر الصغيره، فكان لازم ان هو يدي فرص لجميع اللعيبه بحيث ان اكتر كل مركز يبقى فيه اكتر من لعيب ومستوى متقارب جدا يا اسلام. يعني انت ما يعني في بعض الاحيان السنه اللي فاتت كنت بتقدر تقول ايه، ألعب مثلا فلان ولا لاعب فلان ناحيه اليمين، ألعب بريستاو ولا لاعب الشحات، او ألعب مش عارف مين عبد القادر الناحيه دي، او ألعب يعني كان عنده ديفندرات ما شاء الله كانت مكتمله، حمدي فتحي، ديانج، مروان، كله كان كله كان جاهز، كله كان قريب من بعض، وعنده كمان هو كمان خلق حاله من ان انت ممكن خلق بعض الجواكر في الفرقه اللي ممكن يستعين بيها في اكتر من حاجه. شفنا محمد هاني الباك رايت ممكن يلعب مساك في بعض المباريات، مروان اكتر، خالد عبد الفتاح يلعب باك رايت، يلعب باك ليفت، يلعب مساك في بعض المباريات، طبعا روس الحربة ممكن كان عنده كمان من المرونة ان هو غير الطريقة على حسب وجود اللعيبة او على حسب اللعيبة المتاحة، يعني لو في اصابات او حاجة كان ممكن برضو يغير مراكز اللعيبة، ممكن يلعب 4-3-3، ممكن يلعب براس حربة، او ممكن يلعب بواحد جاي من تحت. يعني الحقيقة كان في تنويع وتغيير. الموضوع ده كله او القصة دي كلها هي اللي قدرت تخلي اللعيبة والفرقة في وسط من خلال الضغوطات الكبيره جدا اللي كانت موجوده من خلال يعني تلاحق المباريات دي، ان هي تقدر تكمل وتقدر تلعب وتقدر تنافس وتقدر تعمل نتائج كبيره جدا جدا. يعني فهو الراجل كان عليه الحقيقه العبء الكبير قوي في تجهيز اللعيبه
والناس، وكان في بعض الناس يعني طب ده يلعب، طب ده ما لعبش ليه، طب ده ليه، طب التغييرات الكتيره اللي كانت بتحصل كل مباراه ليه، لا عرفنا قيمتها بعد كده. صحيح ان اللعيبه كلها كانت بقت جاهزه، ما عندناش مشكله ان واحد يبقى مجهد ويرتاح او يقعد على الدكه او ما يبقاش موجود في السكور خالص. يعني الحقيقه هو وجد الحلول واستعان ببعض الناشئين برضو اللي ساعدوا في بعض الاوقات اللي قدر بيها يوصل للشكل النادي الاهلي المناسب والنتائج والسكور اللي كان بيحصل والارقام والاحصائيات اللي عملها دي ما جاتش الحقيقه يعني من فراغ، نتيجه لشغل كبير ونتيجه لتفكير ونتيجه يعني لعيبه بصراحه تشكر في خلال الفتره اللي فاتت، خلال الموسم اللي فات ده كله استحملوا ضغط المباريات واستحملوا طبعا تمرات على طول وعلى طول من سفريه لسفريه، بيطلع هنا يروح يلعب في برج العرب، بيرجع يلعب في اسوان، بيلعب هنا يبقى راجع من افريقيا ويلعب على طول بعدها بثلاث ايام. يعني ما فيش فرقه في الدنيا تستحمل اللي كان فيه النادي الاهلي السنه اللي فاتت وبعدين القصه دي كلها كانت محتاجه عقليه فعلا او مدير فني على مستوى عالي هو والجهاز بتاعه ومعاهم طبعا مجلس الاداره ان هم يعبروا بالفرقه لبر الامان، ومش عبور كده عادي، ده عبور بخمس بطولات كبيره جدا جدا في موسم استثنائي يعني. طيب خلينا نروح لكاس العالم. كاس العالم يعني الحمد لله والشكر لله النادي الاهلي يمكن من اكثر الفرق هو الوحيد او الاكثر مشاركه في افريقيا يعني. في افريقيا، لكن انا بتكلم في العالم، ومن اكثر الفرق المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه، وبالتالي وصلنا لتارجت كويس او طبعًا. وصلنا لثلاث ميداليات برونزيه او اربع ميداليات برونزيه. اعتقد ان من الممكن ان يكون الفتره القادمه النظر الى اعلى من كده. هو ده الطموح المفروض لان النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي والمفروض اللعيبه والجهاز يبقوا نفس التفكير، ان انا عايز اعمل ريكورد بقى اكتر. مظبوط، انا عملت اكبر نسبه اشتراك، انا الوحيد اللي في مصر اشتركت في كاس عالم للانديه، خدت البرونزيه اكتر من مره، لا انا عايز بقى اكمل اوصل نهائي، وليه لا ما اخدش نهائي برضه بالمجهود والتعب والاصرار. واحنا يعني اما جربنا برضه من خلال اشتراكنا كذا مره تحس ان اللعيبه برضه ما بقتش رهبه كاس عالم الانديه، مش زي اول مثلا مره رايحين كانت الناس حتى كلها خايفه هتلعب اسماء كبيره جدا، دلوقتي لا بقت خلاص الاحتكاك الدولي ده يعني. الاحتكاك الدولي ده اول مره رحنا فيه طبعا كنتوا خايفين يعني مرعوبين يعني كنا ما يعني بتلعب بقى يعني ناس ما بتشوفهمش غير على البلاي ستيشن. طبعا 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 ساعتها كان في ولا اتاري ساعتها الاتاري بقى كانت لسه. فطبعا كان بالنسبه لكم صعب جدا، انتوا رايحين للمجهول مش عارفين ايه القصه. ممكن تكون اتفرجت على الكلام ده قبل كده، انما عشان تشترك انت وتقابل وتبقى يعني انت والاسماء الكبيره دول في نفس الملعب ونفس القصه وبتلعب على اسماء كبيره يعني. صحيح. فده كان يخض، انما بمرور الوقت النادي الاهلي اكتسب الخبرات وعمل نتائج كويسه جدا جدا. لو هنشوف المباريات اللي فاتت بغض النظر عن السكور، انما الاداء واداء هجومي وبتهاجم. احنا كنا متخيلين مثلا في بدايه اول ما انتوا رحتوا ان احنا لا ده احنا هنقفل بقى وما نطلعش وما نهجمش ونحاول تاني سنه يعني خدنا ثالث، خدنا برونزيه، اول برونزيه بالظبط كده بالظبط كده. فلا وصلنا لمرحله كبيره وبقى عندنا من الاسم والخبرات والامكانيات والقدرات ونوعيه اللعيبه والتدعيمات اللي موجوده كل شيء. وانت بتدعم بارقام كبيره ليه؟ ما انت بتدعم عشان تقدر تعمل اللي انت ما عرفتش تعمله قبل كده. طيب من ضمن اللي ما عملتوش قبل كده السوبر او الدوري الافريقي الممتاز جديد. لانه كان لاول مره في التاريخ مفيش. او لاول مره في التاريخ هيحصل ان شاء الله شهر 10 يوم 22 اكتوبر ل 11 نوفمبر بناء على كلام الاتحاد الافريقي، وبالتالي لاول مره في التاريخ النادي الاهلي هيلعب، لانه لاول مره في التاريخ الدوري الممتاز للافريقي هيتلعب. اعتقد ان ده من التحديات الكبيره اللي النادي الاهلي بينظر ليها، والنادي الاهلي ماشي في سكه تدعيمات كبيره لانه حتى الجوائز الماليه بتاعته كبيره. يمكن ده سبب من تدعيم مجلس اداره النادي الاهلي للفريق بلعيبه، ولسه ما حدش عارف ممكن ايه المزيد. كل ده عشان التحديات بتزيد والمنافسات بتبقى اقوى، يعني الدوري ده خلاصه بقى فرق افريقيا غير البطوله العاديه، فانت محتاج برضو
نوعية لعيبة وكواليتي لعيبة يقدر يجابه الموضوع ده، عشان برضو النادي الأهلي دايما بيبص على البطولات وبيبص على الأرقام الكبيرة، يعني أكتر اشتراك في بطولة إفريقيا أو النادي كذا أو النادي كذا أو النادي كذا، صاحب الأرقام القياسية على مستوى العالم، فدايما النادي الأهلي بيبقى سباق والناس بتيجي وراه. طبعا الناس لسه مش عارفة تيجي وراه، بس إيه يا هو بيبتدي يعني. فتحدي كبير جدا، بطولة كبيرة، كرة بقت استثمار دلوقتي. النادي الأهلي يعني بيبذل، أو مجلس إدارة بيعملوا مجهود خارق بصراحة عشان يزودوا إيرادات النادي الأهلي وميزانية النادي الأهلي، ومنها طبعا ميزانية كرة القدم، عشان برضو الكرة دلوقتي بقت صناعة وبقت فلوس وبقت بتجيب عائد كبير. صحيح، يعني بطولة زي دي هيبقى رقم كبير جدا جدا. النادي الأهلي لو فيه عنده متاح من الوقت كان اشترك في الدورة العربية اللي هي البطولة العربية اللي هي بتاعت السعودية دي، كان اشترك، إنما ما كانش ممكن، استحالة يشترك بعد المجهود ده. اللعيبة في آخر مباراة في بطولة الدوري اللي هي لازم يلعبوها تأدية واجب مش قادرين، فما بالك بقى كان هيروحوا يلعبوا في، مع إن بطولة وفيها برضو جوائز وكل حاجة، والأهلي برضو يحب إن هو بعد كده لو في فرصة، وما أعتقدش هيبقى في فرصة في الزحمة دي وفي الضغط ده كله إنه يشترك. فهي التحديات قوية جدا جدا، وده طبعا يعني مشكلة دايما البطل. البطل دايما بيواجه تحديات أكتر وأكتر، طول ما بيعمل أرقام جديدة وانتصارات جديدة بيقابل صعوبات أكتر وبيقابل تحديات أكتر يعني. غير طبعا برضو الاتجاهات التانية، إن ناس تانية بقى بتحب إيه؟ ما بتحبش اللي هم أعداء النجاح، ما يحبوش النادي الأهلي، يبقى هو أول واحد في كذا وهو اللي كذا وهو اللي كذا، بيحاول بقى كمان يشدك يعني. بس أعتقد إن النادي الأهلي وصل لما من النضج ومرحلة إن هو بيرمي ده جانبا يعني. كابتن إمام عاشور ورضا سليم صفقتين مهمين، ومن الصفقات اللي النادي الأهلي محتاجها. اثنين لعيبة على مستوى عالي جدا، يمكن إمام عاشور طبعا كلنا شفناه وشفناه من خلال الدوري المحلي، لعيبة على مستوى عالي جدا جدا، عنده مميزات كتيرة جدا، راجل هداف وراجل قوي بيلعب ديفندر وبيكمل، وعنده من المهارات اللي هو عنده كمان حلول، بيلعب بلاي ميكر، بيجيد التصويب من بعيد. انت محتاج نوعية زي دي، ولعيب لسه صغير قدامه فرصة يلعب فترات ان شاء الله كبيرة، عنده تحديات كبيرة جدا جدا بعد الضجة اللي خدها انتقاله للنادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما انا قلت الكلام ده قبل كده، ان هو النادي الاهلي غير، فهو لازم امام طبعا، وهو اكيد عارف ان النادي الاهلي غير، وجوده في النادي الاهلي ده ولعبه اساسي مش هيجي من فراغ. اذا كان بيبذل مجهود مثلا 4 إيرات، لازم 24 إيرات عشان يثبت نفسه جوه النادي الأهلي ويلعب ويبقى صحيح. هداف ويبقى كويس. وتحدياته كمان كبيرة، لأنه مع النادي الأهلي زي ما قلنا لسه من شوية، عنده دوري وعنده كاس وعنده سوبر إفريقي وعنده بطولة إفريقيا وعنده كاس عالم الأندية، عنده حاجات كتيرة، فلازم يبقى مستعد، وإن شاء الله هو هيبقى قد طبعا الكلام ده. رضا سليم طبعا لعيب كويس، لعيب صغير هداف، عنده لعيب مهاري. النادي الأهلي برضو محتاج، النادي الأهلي محتاج كل لعيب خلال الفترة اللي جاية وخلال الموسم اللي جاي. ما نقولش ده محتاج ده بس أو ده بس، لا، هو عايز كم من اللعيبة العالية المستوى عشان يقدر زي ما أقول لك إجابة المباريات، والنادي الأهلي ما يحسش في أي وقت من الأوقات إن هو ممكن قل شوية على المستوى الأداء أو النتائج. الحقيقة برضو كابتن، خلينا نروح للدوري العام المصري، وأنا بشوف برضو ظاهرة وهي موجودة الحقيقة في الدوري المصري. ظاهرة واحدة؟ لا، ظاهرة المدربين، بالنسبة للمدربين لا، في ظواهر كتير يعني كتيرة جدا الظواهر دي، يعني ظاهرة نسميها ايه، الكراسي الموسيقية، الكراسي الموسيقية يعني، او الظاهرة الابرز، او الظاهرة الابرز مع المدربين. كلهم مدربين كويسين طبعًا ومحترمين طبعًا وكبار جدا طبعًا، ولكن هم نفس الاسماء بيلفوا بيدوروا على نفس او على مختلف الاندية. طبعا هو طبعا الموسم بادئ في يعني ثبات الى حد ما في بعض الاندية، النادي الاهلي، نادي بيراميدز، الزمالك، مكملين يعني بالمدربين، نفس المدربين لغايه دلوقتي الجيش، عبد الحميد بسيوني، البنك الاهلي، بابا فاسيليو، يعني في بعض الانديه محتفظه بالناس. في طبعا انديه غيرت زي مثلا المصري، علي ماهر جه، زي الاتحاد السكندري،
كان طارق العشري مسك. طبعا ميم عبد الرازق ساب المصري مسك النهارده الداخليه. فانا اتمنى كل ده ماشي. بص ساب الداخليه راح الجونه يعني كل ده مقبول لغايه دلوقتي. اوكي انت قرر وخد وقتك كويس قوي واختار المدرب اللي يصلح للهدف بتاعك من دلوقتي. مجلس الادارات انت قاعد دلوقتي لسه فترات الاعداد، في ناس بدات وفي ناس لسه، عندك من الوقت الكافي انك تقرر وتدرس وتبص إيه؟ وتشوف لا وعايز انا عايز اعمل ايه واجيب الراجل المناسب للمرحله دي. يعني انت عارف ان انا عجبني الجونه اه ليه؟ لانه كابتن علاء انا جبته معايا على التليفون، طريقه شغله تتناسب مع الهدف بتاعه، الهدف اللي الجونه عايزاه والميزانيه اللي هي حطاها. صحيح. وبالتالي هم بالنسبه لهم انا يعني عايز ابقى موجود باقل البادجت. بالظبط ما عملش تدعيمات كبيره من اسماء يعني في الدوري الممتاز، وعايز يلعب بمجموعه ناشئين. وكابتن خلي بالك كابتن علاء قادر ان هو يعمل هو كده. هو جابوه عشان دي. صحيح. يعني هو بيجيد الحته دي ان بيلعب بالناشئين، وهم عايزين يعني يبداوا من البدايه. كمان الكابتن علاء بيجيد لم النقاط. فهو يلم نقط من البدايه عشان ما يبقاش في كعبله في الاخر، وفي نفس الوقت يعملوا اساس او فريق من الصغيرين الاشبال يكمل بقى سنتين ثلاثه بعد كده مرتاحين، او بعد كده الطموح ممكن بقى يزيد يختلف شويه، ممكن بقى يبقى بدل ما يقعد في المنطقه الدافيه ممكن السنه اللي بعدها يبقى في الاربعه الاوائل، يعني المربع الذهبي زي ما بنقول. يعني في ناس بتفكر. صحيح. انما ما ينفعش بقى ان انت يبدا الدوري من هنا وتبتدي زي ما انت قلت كراسي موسيقيه بقى. يعني اصل وارد قوي ان انا يعني اختار مدرب ومدرب كويس وما يوفقش اسبوعين ثلاثه. هل معنى كده ان انا هد الدنيا واجيب واحد بقى ابتدي من الاول ولسه مش عارف اللعيبه ومش عارف طبيعه الاداره وطبيعه النادي والاهداف والقصص، وابتدي اغير بقى تاني بقت حاجه ممله بتضعف من مستويات؟ يعني في مستويات، في لو بصينا بالسنه اللي فاتت مستويات فرق تحس انها عامله كده زي يعني الرسم البياني، طالعه نازله طالعه نازله نازله. ما ينفعش كده. صح. يعني لازم الخط البياني المفروض الوضع الطبيعي ده بالعكس ده بيبدا كده ويبقى في الصعود. الدور الثاني ليه بقى؟ المجموعه حتى وان كان داخل عليها لعيبه كتير فبالمباريات بيبقى في بيحصل تجانس بنتائج بعد كده، المفروض الدور الثاني ده يبقى المستويات كلها تعلى وكلها تزيد. ايوه. انما احنا عندنا ما فيش مقياس للموضوع ده، فدي من الحاجات اللي هي يا ريت تتحسن في بطولة الدوري عشان يبقى دوري قوي ويفيد طبعا المنتخب، ويفيد كمان على فكرة المنتخب الأولمبي، لأن الناس فاكرة أن الدوري الممتاز منتخب بس الأول. لا، الدوري الممتاز دلوقتي، لأن الراجل المدير الفني بتاع المنتخب الأولمبي دلوقتي ما بيختارش المسابقة 2001 والكلام ده خلاص. لا لا لا، شوف اللعيبة اللي بتلعب، بيلعب في الممتاز صغير وبيلعب في الممتاز، فلازم برضو يبقى في منافسه، لان احنا رايحين برضو على دوره يعني اولمبيه برضو صعبة يعني صعب. كابتن حشيش، بما اننا بقى هنتكلم عن اتحاد الكوره واللي بيحصل والامور دي كلها، على فكره نحن لا ننتقد اسماء في اتحاد كره القدم، ولكن احنا بننتقد اداء. كلهم ناس محترمه، ولازم اقول يعني الناس كلها تقول لي ايه انت دايما بتقول الجمله دي. انا بقول الجمله دي لانهم كلهم اصدقائي. انا ما انتقدش شخص. بالظبط. بننتقد عمل بس، بننتقد يعني عمل واداء. دوري المحترفين هو شيء جيد، ولكن ايه رايك في المواضيع اللي رايحه جايه كل يوم؟ يعني امبارح والله انا واحد من اتحاد الكوره هو موجود. صحيح. انا لغايه دلوقتي مش عارف هيتطبق ولا مش هيتطبق، يعني انا لغايه دلوقتي لان انا اللي جالي في المنشور اول ثاني ثالث رابع. المنشور اللي جه من اتحاد الكوره بتاع القيد وبتاع المسابقات اول ثاني ثالث رابع. اول ثاني ثالث رابع يعني ايه؟ الاقسام. القسم الاول، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع. ده بالنسبه لي انا. انا طبعا عشان في المناطق بتدير المسابقات بتاعتها سواء براعم او مسابقات، والقسم الرابع بيدار من المنطقه. تمام. خد بالك، وبيبقى عندي مجموعه من القسم الثالث، انما القسم الثاني ده بالتحديد بيبقى تابع بيدار بالكامل. من الاتحاد بالكامل. يعني القسم الثاني ده ممكن لم يتم تقسيمه حتى الان الف وبه زي ما بيقولوا، اللي هو المحترفين وبه. بالظبط كده. ف يعني هي افكار، وانا كنت اتمنى طبعا. جالك امتى المنشور ده يا كابتن؟ المنشور ده قبل القيد، قبل القيد ما يبدا، من يعني من اسبوعين قبل القيد على طول يعني. ده قريب يعني. قريب. طبعا.
طبعا قبل القيد بيوم يمكن نزل المنشور وكده. هو اتحاد الكره اعلن النهارده للجميع وبعت للناس اهو ده شكل نظام وشروط مسابقه الدوري العام القسم الثاني موسم 23-24. تمام. هو في حاجات الاتحاد انت محمود واحده واحده كده واحنا بنتكلم عنها اتفضل. في حاجات طبعا زي المنشور ده الاتحاد بيبعته للانديه على طول للانديه على طول. اوكي. انا في الحاجات اللي هي اللي تخصني بقى يعني الحاجات اللي تخصني هو طبعا زي ما بقول لك انا يعني كنت اتمنى ما يبقاش فيه الجدل ده في يا كابتن قبل ما حضرتك تكمل اتفضل. وهنا تتكون مسابقه القسم الثاني على نحو التالي: المجموعه الاولى 20 فريق اللي هو ده دوري المحترفين بالظبط، والمجموعه الثانيه 56 نادي مقسمه على ثلاث مجموعات. يبقى عرفنا دلوقتي مفيش حاجه اسمها دوري محترفين، هو اسمه المجموعه الاولى بس هو تغيير بالظبط كده. والمجموعه الثانيه القسم الثاني. طيب المجموعه الثانيه دي اللي هي كانت قبل كده المفروض اللي هي كانت ثلاث مجاميع وبيختاروا منها وبيصعدوا اللي هو النظام اللي قبل كده. دلوقتي لا، في مجموعه اولى من 20 فريق. ايوه. والمجموعه طبعا الثانيه دي اللي هي 56 ثلاث مجموعات. مجموعات ثلاث مجموعات رئيسيه، كل مجموعه مقسمه الى مجموعتين. الا مجموعتين. الله. طبعا هياخدوا طبعا هي الاول اول وثاني، والثالث بقى هو اللي هيجي من الدرجه الاقل الادنى. الادنى دي هي اللي هتطلع مع الاثنين تطلع دوري ممتاز. هي دي اللي الناس طبعا يعني مستغرباها شويه، لان طبعا هيبقى في فرق في المستوى بس واحد جاي من بعيد. خليني اكون انا اتحاد الكوره. اسلام هو تمام. يعني او انا الممثل لاتحاد الكوره هرد عليك اقول لك لا، انا ما عملتش حد هيطلع من القسم الثالث. انا هو القسم الثاني. بس مجموعتين درجتين. القسم الثاني انا عامله مجموعتين. مجموعه اولى فيها 20 نادي ومجموعه ثانيه فيها 56 نادي. كويس. بس فهم في واحد هيقول لك بقى حاجه ثانيه 56 76 نادي. طلع منهم ثلاثه. طيب في واحد هيقول لك طب اشمعنى ال 20 الاولانيين دولت اللي هيطلع منهم اثنين والثالث اللي هو اللي تحت ده اللي هو كان يطلع منهم واحد. اللي 56 يطلع منهم واحد بعد مش هيطلع منهم واحد، هيطلع منهم ثلاثه يلعبوا ضد يعني اللي فوق بالظبط وياخدوا واحد يطلع. فهي برضو يعني برضو صح متعبه جدا جدا صح. غير الناس اللي في الاول اللي هيلعبوا دوري من دور واحد وتبقى العمليه اسهل شويه. صحيح. وبعدين طبعا هي فيها مشكله حكايه طبعا الفلوس، والانديه دي اللي هتلعب دي عايزه مبالغ ماليه، لان مثلا في فرق هتسافر وتروح وتيجي برضو صعبه مش سهله. صحيح. فهل برضو الاتحاد عنده من الرعاه اللي هيصرفوا على الموضوع ده؟ لان هو اعتراض الانديه على الحته دي برضو. ما انا ممكن العب بس اديني امكانيات ان انا اقدر الحتت البعيده مثلا زي اسوان ولا حاجه اقدر اسافر بطياره، اقدر اعمل اقامه، اذا لو رايح حته تانية في مبيت في اتوبيسات في كذا في كذا، فلازم يبقى في فلوس يعني. صحيح. في دعم مالي يعني. فنتمنى طبعا ان الفكره تنجح وتمشي وربنا سهل. البرتغالي بيريرا وكلماته الشهيره بقى من امبارح ولا من اول امبارح السلطه. هو يعني التحكيم في مصر او المجال التحكيمي في مصر كان ماشي بالسلطه. احنا شفنا طبعا مشاكل التحكيم خلال السنين اللي فاتت اللي عانينا منها كتير، ويمكن النادي الاهلي عانى منها الموسم اللي فات واللي قبله، وتسببت في بعض المباريات ان الاهلي فقد البطوله بتاعته بطوله الدوري يعني. وطبعا كان في حاجات مش عايزين نرجع للتاريخ، جت بقى يعني ايام الاحتواء وايام الكذا واصل الفار كذا والمعرفش ايه يعني المنظومه الحقيقه كانت عايزه ترتيب احسن من كده، وعايزه برضو امكانيات، لان احنا انت سمعت طبعا الفتره الاخرانيه كان في مظاهرات من الحكام عشان المبالغ بتاعتهم والفلوس والكلام دوت. ما ينفعش اي حاجه تتعمل في الدنيا الا لازم يبقى فيها مقابل، والمقابل ده له وقت معين. ما ينفعش حتى بالنسبه حتى للعيبه يعني، حتى اللعيبه لازم يبقى في امكانيات ان اللعيب ده هو صاحب اسره وعنده التزامات ولازم يوم كذا يبقى في المرتب بتاعه. لما تعمل لائحه معينه ويبقى فيها مكافاه فوز لازم تدي له مكافاه الفوز عشان تقدر تاخد منه. صحيح. ما تجيش بعد كده تقول اصل اللعيبه متراخيه، اصل اللعيبه ما فيش الدافع. ما هو ده وضع طبيعي. انت عامل اللائحه دي، يا اسلام انت عارف وكنت لعيب وعارف اللائحه دي معموله ليه؟ لائحه عشان تحفز اللعيبه، وفي نفس الوقت برضو اسلوب من اسباب المخطئ هيتعاقب بكذا. فانت لازم يكون عندك الامكانيات والانتظام في اداء الموضوع دوت عشان تقدر تاخد من اللعيبه كويس. كذلك الحكام، الحكام برضو عندهم اسر، والحكام اللي كنت قاعد مع حكم يعني
يعني من يومين كده، وكان بيقول لي على حاجات مهازل ان انا بسافر. لسه ما خدوش فعلا الفلوس لغايه دلوقتي؟ خدوا من يومين مبلغ وكده، بس انا بقول لك على الحكام ان انت خدوا مبلغ قد ايه من ال 28 مليون مثلا؟ انا بتكلم كاجمالي يعني، اعتقد خدوا يمكن 60-70% اعتقد يعني. كويس، دفعوا له 15-16 مليون. طبعا كويس. خدوا مبلغ كويس. ما حدش بيقول الكلام ده ليه يا كابتن؟ ما هي دي المشكله. لا ليه ما طلعوش قالوا ان احنا صرفنا للحكام 17-18 مليون جنيه مثلا يعني؟ انا في اعتقادي اصل اللي يطلع يقول على ده لازم يطلع يقول على كل حاجه. اوكي، يعني انت فاهم ازاي؟ اشمعنى طالع تقول ما حدش يزنقه في حاجه تانية يعني. وبعدين يقول لك اشمعنى طالع تقول لما اديت؟ طب المشاكل التانيه اللي موجوده ما حدش بيكلمنا عليها؟ من بيان احنا عملنا طول عمرنا عارفين ان في متحدث رسمي باسم الاتحاد هو اللي بيطلع يتكلم وبيناقش وما يخليش الناس تروح، ممكن مظلومين في بعض الحاجات. صحيح، وضح اللي حضرتك. انا ساعات مثلا لما بوصل لحد ان انا اتكلم معاه مثلا اقول له كذا 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 يشرح لي اقتنع بالكلام اللي بيقوله. كده ده اسلام لوحده، انما المنظومة كلها جمهور يعني. وناس يعني انا فهمت باللي حضرتك بتقوله ده. يعني ده حاجة جيدة طبعا، تطلع تقول والله اتحاد كرة القدم في ظل هذه الأزمة الواسعة والبتاع مش عارف ايه استطاع ان هو يوفر 15-16 مليون جنيه او الرقم اللي طلع ويكتبوه. في المقابل بقى ان الحكم ده برضه من ضمن الشكوى طبعًا بتاعتي، يقول لي مثلا احنا عشان ما فيش مثلا فلوس وبطلع مثلا في حته كده ما لهاش مواصلات اطلع بعربيتي، يضطر عين المساعدين بتوعه الناس ييجوا معايا عشان يبقى يضمنوا توصيله، وفي نفس الوقت ما ينفعش الحكم يروح اسلام ياخد فلوسه من النادي اللي هو المضيف يعني، انت فاهم ازاي؟ طب ما القصه دي لازم تتغير. طب انا اضمن منين ان النادي ده انت ليك مثلا 300 جنيه حط لك 500 في الظرف؟ وارد، انت وبتحصل على فكره، انت غصب عنك بشر. طب ليه ما نشيل الكلام ده خالص من يعني خلي ندي للحكم وضعه وندي له برستيجه وندي له بتاع ده يروح ياخد او يطلع له الكارت بيسحب فلوسه من اي حته، يبقى فيه نظام تاني مختلف. كذلك مشاكل الفار اللي احنا عانينا منها يعني ما فيش الا مش عارف كذا بس عدد قليل من الكاميرات الفار او حاجه زي كده، اربع عربيات بس. بحيث ان انت لو عندك اكتر من ماتش مهم في يوم عندك مشكله، وبيحصل دايما في الاخر في الاوقات الاخيره ان لازم كل يلعب في توقيت واحد بتبقى مشكله عندك. ليه احنا ما نحسنش من التصوير بتاع المباراه؟ صحيح، تصوير المباراه، نظام الملعب، كل حاجه تبقى على يعني اي حد يبص كده يقول لك ده فعلا دوري اوروبي مش دوري مصري، ده دوري اوروبي في كل حاجه بقى، في استادات، في قاعده، في كاميرات، في كذا. ما بقاش بس الاستادات الكبيره، ليه ما نحاولش نطور بقى من الاستادات اللي هي اللي مثلا الثانيه، مش استاد القاهره مثلا، برج العرب، ليه الاستادات الثانيه ما تبقاش على نفس المنوال؟ ما هو كل ده كل العناصر دي بترتقي. وزي ما قلت لك برضو عايزين ان شاء الله باذن الله يبقى في العنصر الاهم، عنصر الجمهور. صحيح، انه يبقى موجود في الملاعب، اولا يعمل دخل للانديه، خصوصا الانديه اللي هي مثلا الشعبيه اللي هي ما فيش اهو، لما يجي له اكتر من ماتش وعنده في ايراد وفي جمهور كبير، نوع من انواع الدخل اللي بيجي له او الاعلانات اللي ممكن يحطها من خلال الجمهور الكبير. يعني لازم نبتدي نفكر، ودوره الحقيقه برضو ده دور بقى الرابطه اكتر من اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره تقلص دوره في موضوع طبعا المنتخبات يعني. فده دور الرابطه اللي احنا عايزين نرتقي بالدوري المصري، لان احنا شايفين الدوريات اللي حوالينا بيحصل فيها ايه، واللعيبه اللي بتيجي والنجوم اللي بتيجي والبث اللي هيبقى موجود والقنوات اللي بتسعى انها تذيع الدوريات دي والارقام الكبيره اللي هيدخل بيها الرعاه على الدوري ده يعني. فاحنا مصر مش اقل من كده، لازم احنا نجود يعني. اخيرا انا كابتن، السنه الجايه النادي الاهلي والسنه الجايه ان شاء الله سنه تكون ناجحه احسن كمان من السنه اللي فاتت. الاداره ماشيه بخطى ثابته، وهقول حته صغيره بس كده كنت انت قلتها في الانترو، الناس اللي بتقعد تتكلم على التغييرات بالمناسبه ايه رايك صحيح في التغييرات؟ الناس اللي بتتكلم، اولا ده مش شان الناس، انتوا وثقتوا في الاداره دي وشفتوا نتيجه الثقه جابت ايه، الاداره دي عملت ايه خلال الفتره اللي فاتت. مش عايزين نعدد بقى الانجازات بتاعتهم عشان ما يقعدوش يقولوا لا احنا في قناه الاهلي وبنيجي بقى نقعد نمجد في مجلس الاداره، لا دي حقيقه واضحه للكل، سواء على المستوى الاجتماعي بصفه عامه كده مش هندخل في تفاصيل، او على مستوى فرقه الكره اللي هي واجهه النادي الاهلي البطولات، في اكتر من كده واكتر من كده. هو ده اول قرار ياخده النادي الاهلي ولا اول سنه ياخد فيها قرارات؟ اشمعنى القرار ده الناس قعدت تتكلم فيه؟ لان الناس مش لاقيه اي حاجه
تخبط فيها في النادي الاهلي فلازم يعملوا اي دوشه، اي قصه، ده تشال، ده راح، ده جه. احنا واثقين في اداره النادي الاهلي، واثقين في الناس اللي موجوده تاخد قرارات يمكن الناس تستغربها في البدايه، انما بعد كده بتقول بص مجلس اداره، بص كابتن الخطيب لما قعدنا نقول القرار ده عمل ايه، القرار ده وصلنا لايه، انت فاهم ازاي الحاجات الكويسه اللي حصلت، فكل ده لخبطه النادي الاهلي بينفض يعني. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله القادمه. انا بشكرك جدا يا كابتن حشيش على وجودك معانا. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن محمد حشيش. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ سامح سمير في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي الكبار الاساتذه الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسامه؟ ازي حضرتك؟ ايضا الاستاذ سامح سمير. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك كابتن اسامه، منور دايما. كله تمام؟ تمام الحمد لله. استاذ عصام، استاذ سامح، النهارده هنتكلم في امور كثيره جدا، ولكن الحقيقه الملف، ما هو الناس بتقول لي انت كل يوم ايوه لازم اسال كل يوم، لانه راي الاستاذ عصام، راي الاستاذ سامح مختلف عن راي الاستاذ فلان، عن راي الاستاذ علان، اسمع راي كل واحد من حضراتكم فيما يخص الملف الابرز الان اللي مصر كلها بتتكلم عنه، واللي لسه حضرتك كنت بتقول لي يعني انا برضو مستغرب، هو استاذ عصام ما شافش الانترو بتاعي، فهو داخل يقول لي يا اسلام ما حدش بيتكلم غير على سيد حفيظ. انا مستغرب يعني تبدا اي حلقات في الاعلام مع احترامي للزملاء يعني هم احرار فيما يعني يتعاطوا معه يعني. لا مش قصدي، معلش عشان ما حدش فهمني غلط، ان سيد عبد الحفيظ انا مش قصدي ان الكلام على سيد، اللي عايز يتكلم على سيد انا ما اقصدش، انا بقول وجهه نظري يعني اللي هو ايه اللي هو كنت والله كابتن اسلام سبحان الله. اولا يعني يا جماعه السكريبت ما بيبقاش الا مع مقدم البرنامج، فما حدش عارف ايه الدور اللي جاي من اجله يعني. لكن انا كنت اقول لك كابتن بعد اذنك انا عايز اتكلم يعني ايه في حاجه حتى لو قبل اي سؤال يعني، لانه في الاخر وانت تناقش جدول الدوري القرعه امتى وكذا واحداث كثيره جدا، جمعيه عموميه، جمعيه شرقيه، جمعيه غير، بيقول لك ايه، لكن هناك من عبث بالقصص و سيد عبد الحفيظ مشي ليه؟ ايه ده؟ هو فيها يا جماعه؟ الموضوع اقل كثيرا مش من الاهتمام بيه. هناك نجم اداره كان نجما للكره، ابن النادي الحقيقي اسمه سيد عبد الحفيظ، هو اولا واخيرا من يدرك معاني استمرار وجود كوادر في النادي الاهلي. ليه؟ لانه الاهلي مثلا لم يترك الأمر بحثاً عن مدير، لا، هي ترتيبات نهاية موسم، وبالتالي موسم فيه 5 بطولات، فيه يعني كل ما يمكن أن يكون انتصارات مخطط لها، بغض النظر أنها أتت بكل البطولات، لكن الأداء، الوصول لكل النهايات وكذا، موسم تاريخي، وقبله إعداد على مدار سنوات شارك في مؤسسيا النادي الاهلي، ما هو لا احد يتحدث في النادي الاهلي عن الفرد، دائما المؤسسه هي الغالبه. كابتن سيد لو ماشي زعلان كان اتكلم، كابتن سيد لو انه الحكايه مش عاوزين سيد عبد الحفيظ، مفيش حاجه اسمها كده في النادي الاهلي، هناك ما يسمى بنظره مستقبليه، اول من يتفهمها هو اهم العاملين في النادي الاهلي كل في موقعه، من اول رجال الامن مثلا على البوابات، العاملين في حاله الاستبدال او تطوير الاداء او خلق كوادر جديده، والا لنضبط الحكايه في اماكن اخرى ما بيلاقوش البديله يا كابتن اسلام. هنا هو ده، والمساله لا تحتاج لراي، المساله تحتاج اولا من جمهور النادي الاهلي يعي يعني تماما انه في نقطه فارقه، ألا وهي أنه في موسم زي ده ما ينفعش حد يكسر فرحته أو يحاول، مش هيكسر، لكن يعني إيه يعمل لك ضبابية في المشهد؟ سيد في أجازة، سيد الآن طلبا للراحة، ثم سيعمل مرة أخرى، الأهلي سيتمنى له كل ما يمكن أن يكون نجاح كعادة الأهلي مع أبنائه. ليه يا جمهور الأهلي مش واخد بالك أن كل من، وقلت ده مع كابتن إسلام هنا، كل من لا يستطيع منافستك في تراك يعني مشوار الجري خلف البطولات بيحاول يحط لك زي ما بيعملوا للكاوتش مسامير يعني. مسامير سهله. استاذ سامح نفس الكلام، اخد رايك فيما يخص التغيرات التي حدثت في قطاع الكره في النادي الاهلي. بص، كل
أي أو أي تغيرات تحدث داخل النادي الأهلي هو أمر وشأن داخلي يخص النادي الأهلي فقط، لا يخص أحد بالمناسبة. كل من اعترض، كل من سأل عن أسباب اختفاء، رحيل، إقالة، توجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ، قولوا زي ما تقول، قال على توفيق، سموا زي ما تسموا، مش حلو. لا هم يسموا زي ما يسموا، سيبوا النادي الأهلي في حاله. أنا أقصد أقولها، سيبوا النادي الأهلي في حاله. النادي الأهلي منظومة كبيرة جدا، مؤسسة احترافية بتشتغل على مستوى عالي، دائما وأبدا ما بيتم تسليم المناصب شخص يلو الآخر، مرحلة تلو مرحلة. اتفرجوا على رؤساء الأندية من أول رئيس نادي الأهلي حتى الكابتن حمود الخطيب، اتفرجوا على منصب مدير الكورة، كابتن سيد عبد الحفيظ خرج من المنصب ثم عاد إليه، حصل مشاكل ما حصلش مشاكل، هل الكابتن سيد عبد الحفيظ خرج من منصبه بمشكلة؟ بأزمة؟ فالكل يبحث عن تفاصيل هذه الأزمة. هل النادي الأهلي كان خسران دوري أبطال إفريقيا أو تعرض لكارثة في بطولة الدوري الممتاز أو تعرض لهذه هزيمة ثقيلة خرجت أن في النهاية يبقى فيه كبش فداء يتمثل فيه شخص الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ كل ده كلام غلط. لذلك أنا بقول أي شخص هيتحدث عن هذه الأزمة اللي بيسموها أزمة، هي مش أزمة، عن هذه المسألة داخل النادي الأهلي هو ليس من جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الاهلي عاشق النادي الاهلي بالمناسبه، اي عاشق. لا معلش يا استاذ سامي، عشان دي مهمه جدا، جمهور النادي الاهلي من حقه ان هو يقول وينتقد ويعمل وكل حاجه، وبالمناسبه بيفضفضوا وبيتكلموا، ده من حقهم، جمهور الاهلي من حقه. ولكن في الاخر الجمهور الاهلي بيعمل ايه؟ في الاخر بيقف، بيدعم، زي ما حصل. وكل مره انا بفكر الناس بمباراه سان داونز 2001، كنت لسه هقول لك لقاء الذهاب مباراه سان داونز 5-2. لا انا عايز افكرك بحاجه ثانيه. لا بالعكس، انا بفكرك باخر حاجه حصلت، الاقرب كان المفترض دي ادي حاجه تانية، لكن انا بتكلم على اقرب حاجه حصلت، انه جمهور النادي الاهلي انتقد وبشده، وطالب رحيل لاعبين والاداره والاعلام كل حاجه. طلبنا بتعديلات ان رات الاداره، إن رأت صحيح الإدارة قلنا كده، لكن قلنا عليهم انهم يبحثوا ماذا حدث. صحيح، وبالتالي انا كنت بقول لك ايه، ان جمهور الاهلي انتقد وعمل كل حاجه تت تت تت، ولكن في النهايه عمل ايه؟ في النهايه سبورت فعلا، دعم الفريق ودعم الإدارة في كل قراراتها، عشان كده اللعيبة وقفت على رجليها وقدرنا ناخد البطولة. كابتن اسلام، انت لسه انت لسه قايلها، السفينة، فجمهور الأهلي من حقه، لأن سفينة الأهلي مختلف. سفينة الأهلي لما كانت بتواجه أزمة في فترة من الفترات في عنق الزجاجة في دوري أبطال إفريقيا، المحبين والعاشقين للأهلي وقفوا خلف حقيقي النادي الأهلي لحد ما الأهلي قدر أن هو يصل لدوري أبطال إفريقيا ويحصد البطولة. مش بطولة واحدة، لا، ده مارسيل كولر من اكثر المدربين المحظوظين في تاريخ النادي الاهلي ان هو يحصل على كم هذه البطولات في وقت قصير جدا، ما كانش يحلم بده. طبعا شابوه للراجل، مخضرم ومحترم ومحنك، ولسه فكره لم يطبق مع الاهلي بالمناسبه، هو لسه بيلملم الاوراق وبيداوي جراح وقدر ان هو ياخد اكثر من بطوله. ولكن في النهايه انت النهارده لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي وعن قصه الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بنتمنى ان هي تتقفل تماما، انا بقول لك ان في عز ما كان الاهلي بيهاجم، أبناءه وقفوا خلفه، الجمهور العاشق نادي الأهلي وقف خلفه حتى استطاع أن يحصل دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والسوبر المصري. عشان نقعد نعد بقى بطولات النهاردة نفس القصة. أنت النهاردة لو أنت جمهور نادي الأهلي عاشق بالفعل النادي الأهلي، أنت ما عندكش أزمات في النادي، أنت بتحتفل بالبطولات، بتحتفل بالألقاب، بتحتفل بالاستفاقة للوحش الإفريقي ومرعب إفريقيا النادي الأهلي. فلما تيجي النهاردة تتكلم على كابتن سيد عبد الحفيظ وتتساءل ايه هي برضه مره ثانيه، معلش عشان ما حدش يفهم كلامك غلط، جمهور النادي الاهلي من حقه ان هو يسال ويتساءل ويعمل، وعلى فكره جمهور الاهلي بيعمل جمهور كده. الاهلي جمهور الاهلي وفقط، صحيح وفقط، مش بلوفات، مش الله ينور عليك، بس هي دي جمهور الفكرة. الاهلي بيسال وبيتساءل وزعلان وكل حاجه، ولكن هو داعم لقرار الاداره، هو داعم. وبعدين انت كابتن سيد عبد الحفيظ خرج، اللي جه مكانه ابن من ابناء النادي الاهلي، وكابتن خالد بيب برضه احد ابناء النادي الاهلي اللي بقاله سنوات مع النادي الاهلي واهدى النادي الاهلي مباريات عظيمه جدا وبطولات عظيمه جدا. وما ننساش بطوله دوري ابطال افريقيا 2001 الافيه اللي قلناها بعد الكابتن سيد عبد الحفيظ ما خرج، مين اللي احرز يا كابتن اسلام هدف الذهاب؟ كان الكابتن سيد عبد الحفيظ. مين اللي احرز هدف العوده؟ كان الكابتن خالد بيبو. سبحان الله، كانت هاتريك، كانت ثلاثيه ولا احلى. فانت في النهايه هو ده النادي الاهلي، هم دول ابناء النادي الاهلي. كابتن سيد موجود، خرج النهارده، كابتن خالد بيبو موجود. وبعدين اي منصب يا كابتن اسلام،
انت لما بتيجي تدخل اي منصب وتقعد على هذا الكرسي ما بتسالش انا هقعد قد ايه، انت بتسال امتى همشي. انت همشي طبيعي، مفيش حد مخلد فيها. ومنصب مدير الكره وسيد تحديدا كمان كان رادد على كل هذه الامور عندما سئل الاستاذ احمد موسى على ما اتذكر في صدى البلد عندما ساله قال له يعني لو هتمشي قال له هيجي لنا يوم ونمشي ومش هنفضل كده العدم في التطوير الدائم ونقل الخبرات. الله ينور عليك. وفي النهايه بس عشان نقفل الموضوع ده سريعا، انه سيد عبد الحفيظ مليون في المية زعلان. هو اي حد ما هو طبعا ما هو زي اللعيب اللي بيبقى عارف ان هو دايما بيلعب اساسي وفجاه تلاقيه قاعد احتياطي، ما هو بيبقى زعلان بيبقى متضايق. هو مش زعلان عشان ايه كرهان ولا لا، هو زعلان علشان هو عايز يلعب وعايز يؤدي وعايز يكسب وعايز ياخد الثلاث نقط وعايز ياخد البطولات ويدي نادي الاهلي فهو سيد نفس الكلام. عشان كده لازم نختم هذا ملف. نحن نقول الكابتن سيد اصبح او مش اصبح، سيظل ايقونه من ايقونات النادي الاهلي حقيقي، اسطوره داخل النادي الاهلي، احرز العديد من البطولات داخل النادي الاهلي، يستحق التحيه، يستحق رفع طيب القبعه ونقول له شكرا على هذه الفتره. والاهلي هيحتاجه تاني، ما هو موجود. الاهلي عمره ما بيستغنى عن ابنائه مطلقا تماما. قريبا استاذ عصام، للملف الابرز الثاني في هذه الامور او في هذه الايام، وهو ملف دوري المحترفين. هل سيتم تطبيقه وسط هذه الاعتراضات الكبيره والكثيره جدا؟ ملف دوري وهرجع على حضرتك مره ثانيه، انت كنت قلت ان انت نفسك انديه الشركات وانديه الجماهيريه، ده حصل من الاتحاد في بيانه مؤخرا بس هرجع بعد ما نسمع ثلاث سنين. بس على فكره لازم نقول لجمهور الاهلي انه فضفضته ده شيء جميل طبعا، عشق يحتاجه ابناء الاهلي لاعبين وادارات وكذا، لكن الاهم انه ياخد باله من ايه بقى بعدها على طول. راح خارج لنا موضوع ده كولر، عشان كولر السعيد مره كولر ومره العبري فاروق ومره خالد مرتجي على ما اتذكر، في حد تاني ولا دول اللي هم الثلاثه اخر حاجه؟ بس ده كولر بقى اللي هو القطع ايه على النكدايا اللي عايزين يصدروها. فطبعا فضفض مع أهلوية زيك، هم كثر صحيح وفي العالم، لكن افرح وامرح، مفيش حد قدك والله، ما في حد قدك. وبالتالي نروح لدوري المحترفين بقى، هل سيتم تطبيقه وسط هذه الاعتراضات؟ سيتم تطبيقه. هو دوري المختلفين، وانا قلت لحضرتك مره لما قالوا لهم انتوا قولوا مش عايزين واحنا نقول عايزين ونعمل مقص في النص تمشي كده، وراحوا مكسرين في الجمعيه، وهي يعني اللي بتعمل في نفسها كده ما يزعلوش مني، او اغلبيه منها بتعمل كده لما بتروح رايحه علشان تتجمع، فيقولوا اللي بتوع الدرجه ما بعد المحترفين هنطلع النادي منكم على طول. طب بذكاء يا عم، انت هو اللي بتديره الكوره، طب انت هتخلي ليه ناس عايزه تصعد للمحترفين اذا كان بعد ما يصرف ممكن ينزل يلعب مع اللي تحت؟ طب ما يقعد تحت ويبقى الاول ويصعد على طول ممتاز. ادي اول حاجه دمها خفيف. الشق الثاني انه فعلا هيكون تحت التنفيذ، لانه ظاهره عدل. يعني نحن نحتاج فعلا ان الكره المصريه، وقتلناها بحثنا وحضرتك مش بس كميديا حتى كان في عاداتنا دائما صحيح. امتى يكون النموذج ده مطبق في المحروسه العظيمه دي؟ انما في الاخر خلينا نقول انه على الجماعة العمومية ان تتمسك بالبصيص الامل. كلام حضرتك وكلامي وكلام سامح وكل العاشقين لهذا الوطن ان يبقى فيه صناعة واقتصاد بيدور في فلك كرة القدم، اتى اكله بقى. فيه اللي عاوز ترخيص جديد هيرعى نادي ثلاث سنين، نعم ثلاث سنين، طب بعد كده يعمل ايه؟ ان شاء الله يثبت كده، يفضل على كده، وبالتالي تتآكل دي. لأن هم بدأوا يقلقوا. أنا قلت للجمعية 10 من حضراتكم بإرسال بسيط، لازالت المادة 18 حية ترزق، ممكن تعملوا على أي دوري ما دون الشركات يبقوا برة. ليه؟ لأنه على فكرة الإدارة دي شاطرة جدا ونبهة جدا طبعا. لو تحولت لهذه الشراكة التي نأمل فيها كابتن إسلام، هتبقى في حتة تانية مع الكرة المصرية، الصناعة والبهجة والمتعة، ويبقى عندنا يا جماعة دي قوتنا الناعمة. يا جماعة مهرجانات بتحصل حول العالم بينهارها المصريين، مخدتوش بالكو انه الاهلي اللي ماشي مع خطة الدولة للتنمية، هي دي كورة كمان، دي تنمية بالفروع اللي بتقال عليها اوضتين وصالة، مخدتوش بالكو ان اتعمل واحد من اهم المهرجانات ان شاء الله يدوم في الشرق الاوسط بقى، مش في بلادنا العربية بس، في العالمين يا كابتن اسلام؟ خدتوش بالكم ان قوتنا الناعمة دي تحتاج هذا الدعم للمساهمة الوطنية مع مؤسسات الدولة؟
الاهلي بيلعبها كده يا جماعه، ده بيزعل الناس انه الاهلي يظهر في مربع انه يضيف لجزء كبير قوي من اقتصاد البلد. لانه لما حضرتك تسال يا اللي برضه بترمي طوب يعني على فكره الدولارات ومش الدولارات، طب ما تسال كم ادخل الاهلي من دولارات لهذا الوطن وفي الطريق اخرى بمشروعات ورعاة جدد للاقتصاد المصري، كم ساهم الاهلي في اماكن باذن الله يا تحت التنميه بخطط الدوله. الدوري بقى ده يستطيع لو وجه الفكر بنفس الاداره المؤسسيه كده زي النادي الاهلي، ودي حاجه ما تزعلش حد، احنا بنقول مؤسسيه مش بنقول لهم خدوا فلان وعلان خالص، اعملوا زي نفس المؤسسيه بس. محدش قال لك انه احنا في النادي الاهلي لا احد يتحدث عن الخطيب ربنا يديله صحة او المايسترو رحمه الله او كابتن حسن حمدي واخرين، طبعا لا احد يتحدث عن الاسماء، يتحدث عن عائله الاهلي، عن هذا البرج الذي يخرج دائما ادارات يا ساده يا كرام. اتركوا الاهلي يقدم هذا الدور وعلى اتحاد الكوره، وانا بقول لحضرتك هينفذ فعلا، انما قد تصادفه عثرات. وارجو ان الدوله بقى ممثله في المسؤولين عن الرياضه وكره القدم ووزاره الشباب والرياضه لا تذهب الى انه يقولوا لها الحقيقه، لا لازم بقى اتحاد الكوره سيادته حضرته يا فندم يبدا يسوق ويشوف المنتج ده هيتصرف فيه ازاي. هي تجربه خلينا نشوفها وبعد كده نقدر نطور منها، لكن انا بحيي برنامج حضرتك والقناه طبعا واي حد كان معانا ولو بسطر واحد على انه تمت الاستجابه وحدث بالفعل انهم عرفوا ان الدوله فاتحه اذنها على الاخر لسماع اصوات تتحدث عن اقتصاد لصناعه اسمها كره القدم. وليس لمجرد ان احنا طالعين نتكلم او ننتقد، بالمناسبه خالص. احنا كنا سعداء جدا، انا سعيد جدا بدوري المحترفين وباللي بيعملوه القدم، ولكن للاسف بيها. ولكن للاسف الشديد هو مشكلته في الـ في الـ في نظام الصعود والهبوط. أيوة. هي دي مشكله، ازاي هصعد فريق من الدرجه الثالثه للدرجه او من الدرجه، هم بيقولوا ان هم النهارده، وخليني اتناقش معاك يا استاذ سامح في هذا الامر. النهارده في البيان اللي طلع، حطه لنا برجاوي لو سمحت، البيان اللي طلع بيقول ايه؟ ان هي شروط المسابقه، اللي هي شروط المسابقه، بيقول انه المجموعه الاولى في القسم الثاني والمجموعه الثانيه في القسم الثاني، يعني نظام الصعود والهبوط موسم 24-25. ده لا ده الثاني يا برجاوات، الاولاني ده بتاع السنه الجايه اللي بعد. ده اللي احنا عايزينه، ان هم ثلاث فرق يطلعوا وثلاث فرق ينزلوا، ده اللي احنا عارفينه. أيوة. صح، لكن فرقتين يصعدوا من المجموعه الاولى وفرقه تصعد من المجموعه، او ثلاث فرق من المجموعه الثانيه تلاعب الثالث من المجموعه الاولى علشان يطلعوا من الفرقه، يعني ده كلام برضو صعب جدا. كيف يصعد فريق من المجموعه اللي هي قواعد البطوله تكون مسابقه القسم الثاني على النحو التالي امام حضراتكم؟ المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، المجموعه الاولى 20، المجموعة الثانية 56، وبالتالي هو بيقول ان الاثنين يعتبروا درجة ثانية يعني. بص انا عايز افهم السادة المشاهدين القصة دي ونتكلم، وعجبني قوي انك انت بقالك كذا يوم ماسك الملف بشكل كل يوم محترم. انا بقالي لا بشكل محترم، يعني في بعض الناس ما بتحبش تتكلم في القصة دي. انا عايز اعرف هو مين اللي سماه دوري المحترفين وليه هو اسمه دوري المحترفين؟ خلاص هو دلوقتي اصبح بدون دوري. انت والبريمير ده ايه؟ والبقاسة ايه؟ بنقول هو انت دلوقتي خلاص، ما دي غريبة برضو يا استاذ عصام، انت داخل انك انت تطبق دوري المحترفين، على اي اساس هو اسمه دوري المحترفين؟ هل هو بيضم اندية بتمتلك من الامكانيات المادية؟ سامح، هو انا اسف هرد عليك بسرعة. اتفضل. وخلاص هو ما اسموش دوري المحترفين، هو اسمه دوري المجموعه الاولى. ها دوري الف، مش كلامي، مجموعه الف، مجموعه الف هم اللي سموه كده خلاص. ودي الحقيقه، ما اسموش دوري المحترفين، هو اسمه دلوقتي دوري المجموعه الف. خلاص خلينا نقف معاهم او الاولى ونستغنى عن كلمه دوري المحترفين، لكن لازم نعرف لما انت حبيت تسميه دوري المحترفين انت فين الامكانيات الماديه اللي المفترض تكون بالملايين مش بالالاف لهذه الانديه كي تصرف على المباريات وعلى تعاقدات اللاعبين وعلى المعسكرات وعلى اقامه المباريات وايجار الملاعب وقصص. فين هي الملاعب اللي متوفره لهذه الانديه اللي كلنا عارفين اللي بيحصل تحت ايه؟ فين طاقم التحكيم اللي هيكون متواجد على مستوى عالي في دوري المحترفين عشان يوصل لهذه المرحله من الاحترافيه؟ اربعه، انت ممكن تعد كتير. فين تقنيه الفار؟ هل موجود تقنيه فار مثلا في الدوري المحترفين؟ يعني. ف
فمفيش حاجه فيران كتير يا سام. فيران بص انا سالت شوف انا سالت كام سؤال انا اتحدى اتحاد الكره يكون عنده اجابه على سؤال واحد من اللي قلته. الحاجه الثانيه بقى غير كده كمان دوري المحترفين دلوقتي انت عشان تطبق نظام الصعود وتتكلم على الصعود السؤال اللي ملوش اجابه انت ليه عملت ا وب عشان الناس تبقى فاهمه انت ليه قلت هعمل 20 فريق يطلع منهم وخلاص وده اللي هيحصل دلوقتي دور واحد يبقى فيه 10 فوق صعدوا و10 تحت يتم التصفيه ما بين ال10 يطلع فرقتين فقط للدوري الممتاز مباشره ال10 اللي تحت 6 منهم هينزلوا ل ب خلينا نقول ل ب مش لالف ما احنا في كيمياء احنا في حصه كيمياء احنا مش قاعدين مع الكابتن اسلام الشاطر وبنتكلم لا 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 احنا في حصه كيمياء احنا في مدرستنا ثلاثه دي مدرسه اتحاد الكوره الجديده اللي احنا بنحاول نشوف ايه خطه التطوير اللي عايزين يخرجوا بيها علينا بصراحه يعني انا يعني انا اللي مزعلني ان هم عاملين حاجه حلوه حاجه لو اتعملت هتحسب ليه بوجهه نظري ما هي قصه في ليهم هتحسب لهذا المجلس في التطبيق ازاي ولكن تطبيقها وتطبيقها برضو ماشي لكن الصعود والهبوط ما تخلي ثلاثة يطلعوا ثلاثة ينزلوا خلاص لا والسؤال هنا بقى ده الأهم ده السؤال الثالث برضو مش هيعرفوا يردوا عليه أنت لسه نادي فقط عملت فرقتين يطلعوا من المحترفين من العشرين وخليت واحد لبيه اللي هو المجموعة المجموعة بيه والسنة الجاية عمل النظام التقليدي الطبيعي إن دوري المحترفين ده أنا هيطلع منه ثلاثة أقول لك رأيي ولا أستاذ مش هدي عارفين لا قول لي عارفة قول رأيك إيه قول لي أنت إيه أنت شايف إيه أنا شايف إن عشان انتخابات السنة الجاية هتكون خلصت هي دي الفكره وتفكيك الجمعيه اللي هي كانت دي الفكره طب انت أسهل. بتراضي الجماعيه العموميه كلها الانديه تعالوا يا جماعه انتوا مش عاجبكم 56 نادي انتوا رافضين تلعبوا في دوري المحترفين عينيا هنطلعكم واحد دوري ممتاز بس اسمعوا كلام وقولوا حاضر دوري المحترفين انتوا 20 نادي بالمناسبه بداوا يعترضوا مش عايزين يلعبوا في دوري المحترفين دوري الف دوري الف بقى دوري الف بلاش محترفين ما يستاهلش المجموعه الاولى ما يستاهلش فهتاخد مننا فرقتين انت ايه الترضيه دي ايه القصه دي هو ما فيش ترابيزه زي دي في اتحاد الكوره نقعد فيها مع اعضاء الجمعيه العموميه نتكلم بالمنطق بلاش بالاحتراف احنا ما دخلناش الاحتراف من الاساس احنا يا جماعه ما نعرفوش احنا ما جيناش جنبه احنا مش عارفين نطبقه ازاي احنا بنتكلم فقط لذلك انا بطلب من اتحاد الكوره ما عندكش ترابيزه تقعد فيها مع اعضاء الجمعيه العموميه تتكلم في اليه تطبيق دوري المحترفين دوري الغلابه اللي الناس مش واخده بالها ان في ناس بتدور على حق الجزم اللي لعبوا بيها انا اسف حق التيشيرتات اللي لعبوا بيها انا اسف ازاي هتضمن لهم تنقلات من بلد لبلد من محافظه لمحافظه ازاي هيتم اقامه معسكرات ازاي هيبقى في عقود للاعبين لا ده قصص ومواويل وحكايات لكن لازم نقول حاجه مهمه جدا انا مبسوط منها شخصيا لان هو حب انه يلحق المركب قبل ما تغرق عشان برضه لما يطلع معاك في مداخله يقول لك انا عملت ايه هي حاجتين مهمين جدا اول حاجه ان هو لا راعي هايل ممتاز الشركه المتحده هترعى القسم الثاني البث التلفزيوني ماشي دي حاجه تحترم وهتروح الفلوس دي منها عائد للانديه وهيبقى فيه فلوس او عائد تدخل ده رقم واحد هايل جدا ده ممتاز خلي بالك حضرتك بقى سامح معلش عشان ما انساهاش انه المتحده داخله عشان انقاذ وعلشان كده ده لود عليها لان هم مش قايلين لها يعني البث ده نتاجه زي ما انت قلت في ملاعب ايه وشكل الدعايه ايه فداخله انا بقول له لسه يعني الحاجه الثانيه خلينا نتكلم في الاهم الانديه الشعبيه اللي بتختفي اللي الواحد بيبكي على الحال في الاسماعيليه الحال في بورسعيد الحال في اسكندريه على انك انت مش قادر تصرف انك انت مش قادر تسدد مدونياتك فالشيء اللطيف او الشيء الجيد ان هو عايز ان اي نادي تابع لشركه ولو ان ممكن يلفه من ناحيه ثانيه لا لو ما فيش لف حلو النادي ده لو داخل يتقيد في اتحاد الكوره يصرف 3 سنين على نادي شعبي ده هايل ده شابوه ده على راسي صح. ده قرار هايل أيه. الحاجة اللي بعدها انك بتخصص 1% من هذه القيمة من الاشتراكات انك داخل لا دي من الاشتراكات الاندية اللي اوريدي موجودة يعني 1% 1% السنة الجاية هيعمل ايه؟ اندية الشركات امبي هياخد من 1% من القيد من القيد من بتاعها فلوس القيد ويديه للاندية الشعبية ده اللي لازم يتشرع بس مين اللي هيوزع هذا الامر مين اللي هيوزع وازاي مين اللي هيوزع وازاي بس هي فكره بيني وبينك هي تتشال على الراس لا تتشال على الراس فعلا بس انت ليه وصلت لها النهارده لما لقيت ان الاصوات كلها بتعلى وبتهاجمك وبتقولك انت رايح فين فحبيت تقول لهم بصوا الانديه الشعبيه هلحقها لكم بصوا اهو 1% هنا واللي هيدخل هيرعى لو كده هيرعى 3 سنين عارف لو كده برضو مفيش مشكله ليه بس قول لها هتطبق ازاي ان انا في دوري في 18 نادي يا العجلة دارت وده الأهم 13 نادي
13 منهم أندية شركات او مؤسسات وخمسه أندية شعبيه. طبعا ما هو احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا. صعبه جدا. انت طالع مين اللي صاعدين يا كابتن اسلام؟ ما عندكش غير الجونه والبلديه. ما عندكش غير البلديه البلديه كمان اللي هناك المحافظه قامت على قدم وساق واحتفالات. الاهلي هو السبب برضه سامح. الاهلي هو السبب. ليه؟ عشان بيكسب بطوله افريقيا فطبعا لازم يلاقوا سبب انه الاهلي بقى هو اللي عامل الحاجات دي. لا هي ما بيروحش اسماعيليه يمكن عشان الاهلي وبيروحش اسماعيليه. يعني الحقيقه ما هو انت جمهور الاسماعيلي وجمهور المصري زي ما قال جميل سامح سمير الحقيقه الناس دي برضه مأزومه. وهيقول لهم ايه؟ هيقول لهم ايه غير انه يقول اللي هو بيقوله ده وينسى ان الامن المصري يبعد الاهلي نفسه عن اللعب في القاهره لانه ده الامن المصري. وان النادي الاهلي حين ذهب الى امن القاهره العاصمه بكل هذا الكم من الامن والامان كانت الصيحه الامن جاهز لكل المباريات. حدش بقى قال للجمهور في الاسماعيلي ان السيد مدير الامن مع السيد يحيى الكومي وعلى مسؤوليتي قال له هذا القرار ليس الان حتى انتوا والمصري لن تلعبوا ها هنا ومع بعض. وبالتالي هذه المساحات لا تعلن للجمهور انما يقول له ايه ما هو انت عارف الاهلي كسب بطوله افريقيا فاحنا كده ما خدناش حقنا. ايه ده كلام الحقيقه يصعب فهمه. كلام الحقيقه بشغل زي اللي قاله سامح ان الناس تبدا تعرف مين اللي هيسوق ومين اللي هيعمل الشغل ده مع مؤسسات الدولة والشركات الوطنية زي المتحدة وغيرها هتشيل معاك يا سيدي. بس خلي المنتج يتعظم علشان يبقى فيه في الآخر ثورة صناعية. لكن أنا مع حضرتك ومع بشرة سامح إنه من القلق نسيوا وعملوا حكاية تصرف على نادي الشعب 3 سنين. طب بعد ال3 سنين أنت ما قلتلناش هيعمل إيه؟ ما احنا هنقعد في ال3 سنين نقعد نخليهم 6 مقصودش هيرجع تاني لوحده ولا هيكون خد على كده زي الراجل اللي قال له ايه انت تقعد 20 سنه شحات قال له وبعد كده قال له هتكون خدت على كده ما خلاص بعد كده يا رب بقى ده هتبقى دعوتنا كلنا لانه ما في شغل ما فيش. فدعنا ندعو وان الدوله ان شاء الله ضمن تنظيمات كثيره لاستعاده اشياء في الاقتصاد والصناعه تنظر لكره القدم كصناعه. وانا اعتقد ان بوادرها هتبدا مع هذا الدوري ونتحمل شوية القرار بتاع تكسير الجمعية والانتخابات اللي حضراتكم أكدت عليها كابتن والأستاذ سامي. بس أنا عايز حد من اتحاد الكورة وأنا بقولها للكاميرا حد من اتحاد الكورة يرد علينا يرد عليا يقول لي إيه هو المغزى من دوري المحترفين ده واحد. اتنين إذا كان دوري المحترفين ضمن خطة تطوير الكرة المصرية اديني البنود اللي هتقول لي إن أنا بدوري المحترفين هحقق ده. إيه اللي هيعود على الأندية؟ ايه اللي هيعود على اللاعبين؟ ايه اللي هيعود على المنتخبات؟ ايه العائد المادي؟ لو في مادي لهذه الانديه تتنفس، انديه الغلابه تتنفس اللي بتاكل وتشرب. انا اقدر اكلمك في العائد الفني. العائد الفني فقط. انا ما هو طبعا ده شغل اذا شغل ان انا اتكلم في العائد الفني. طيب اتحاد الكوره مش شغلته ان هو يقول لي خطه تطوير وايه الكره المصريه من دوري المحترفين من ان هو يبعد 56 نادي ويحتفظ ب 20 نادي فقط كلهم عتاوله بالمناسبه. المفروض بعد ما يحتفظ ب 20 نادي المفروض المرحله اللي جايه او المرحله التي كانت من المفترض انها تكون مع تطبيق دوري المجموعه الاولى او دوري المحترفين اللي عايز يسميه كده يسميه اللي عايز يسميه كده يسميه ان انت بدل ما ينزل من عندك من الدوري الممتاز يعني ينزل 3 فرق لا ينزل 5 بالظبط لتصل بالعدد الى 14 نادي زي ما كنا بنلعب. ايوه 2002 أيوة. 3 4 5 حصل. التوقيت ده تقريبا حصل. كنا بنلعب ب 14 15 لا انت ماسك في ال 18 نادي انت ماسك في ال 18 نادي وبتهلك الانديه والانديه الشعبيه رايحه يعني رايحه في نفق مظلم. خلينا احنا ناس شيك في كلامنا واتحاد الكره يا ريت يبقى عارف ان احنا لما بننتقد اداء انتوا شخصيات محترمه طبعاً على راسنا كلكم اصدقاء واصدقاء ليك كابتن اسلام وكابتن عصام وليا وناس في منتهى الاحترام جدا ما بنقولش حاجه ولكن بننتقد اداء. عايزين نفهم انتوا رايحين بالكره المصريه على فين؟ رايحين بانديه الغلابه على فين؟ رايحين بالانديه الشعبيه على فين؟ ولكن في النهايه الثاني شكرا اتحاد الكوره ان هو وصل في النهايه ان هو يقدر يرعى الانديه الشعبيه 3 مواسم لما يدخل انديه شركات أيه. ان هو يحقق 1% من القيد لهذه الانديه. نتمنى بقى انك انت تقول لنا هتطبق ده ازاي والسنوات اللي جايه ممكن تمشي ازاي وما بعد هذه الامور. طب هيحصل بقى استاذ سامح 1%
ولا هتفضل ديون معدومه؟ ما هي ديون. ما هو ده اللي كنت عايز اتكلم فيه. واللي ما يدفعش ما يدفعش. طيب حسابات المصالح يا جماعه، ده بيكونوا منتخب اول ماتش ليه بعد 5 سنين، اول ماتش تجريبي اللي هو مين؟ 2009؟ 2009 2009 على مسؤوليه العبد لله، والراجل ده زميل صحفي وانا زميله صحفي، ها؟ وهو اكيد عارف صح ولا لا؟ صح. 2000 يا خبر ابيض، بعد 5 سنين اول معسكر يشوفوا فيه اللعيبه. بالله عليك ده كلام؟ وكل واحد داخل على البيت الكوره 5 شارع الجبلايه بلسته، مين هيجيب الدكتور ومين هيجيب اللعيبه المدرب ومين هيجيب مساعد المدرب وكذا مواضيع. يا جماعه يا جماعه الحاجتين يمشوا مع بعض، ان تختار بثقه موثوقه وان تختار ايضا نظام المسابقه. عايز اقول لك حاجه، لو الكلام اللي انت بتقوله ده صحيح، لو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده صحيح، انا بالعكس انا ابقى سعيد ان هو بعد 5 سنين ويحط لا مش استراتيجيه، حضرتك فاهم غلط. لا زي ما الراجل سيبه، طب يسحبك للي هو عايزه. طيب سيبه هو يسحبك. انا كنت هقول الكوميديا اسئلتك صعبه قوي. انت هتخليني اقول يا عم سيبني اتكلم يا اخي، سيبني اقول يعني سيبني افرح. والله حقك، افرح دقيقه، افرح دقيقه واحده. هو حقك، قد تكون استراتيجيه الاتحاد حاططها 5 سنين ويبدا في تكوين جهاز مكون من اسلام وعصام وسامح، واسلام وعصام وسامح هم اللي يساعدوا ان المنتخب 2009 ده يكون نوال منتخب اول بعد 10 سنين. يا كابتن اسلام، ده احنا عرفنا بالصدفه. ممكن في شارع نوال اللي في العروس. عرفنا بالصدفه امبارح ان مستر بريرا ما كانش بيتدخل تماما في التحكيم ولا اختيار الحكام في ال4-5 شهور اللي قعدهم في نهايه الدوري، وان هو هيبدا يحط منظومه جديده للتطوير بدايه من الموسم الجديد. هو احنا يا جماعه احنا بالنسبه لكم ايه؟ انتوا ما بتحكوش معانا في اي حاجه، انتوا ما بتقولولناش احنا عارفين كلاتنبرج مشي ليه؟ اللي كنتوا انتوا بتعينوا له حكام وخليتوا الراجل يطفش ومشيته عشان خاطر بتتدخلوا في شغله، الراجل اللي كان بيطلع ويحلل ويطلع ويتكلم وبنشوف على الاقل على ارض الواقع ويقول ده غلطان ويحرم ده 5 مباريات. لانه كان عامل النموذج الغربي مش انت لما مقلب. خدت درس في كلاتنبرج، جاي النهارده بريرا بيعلمك الادب، النهارده جاي بريرا بيقول لك انا من الموسم الجديد مفيش حكام اجانب، ادي واحد، الحكام المصريين من افضل الحكام في العالم، ليه ما يبقوش كده وليه ما يبقوش ملتزمين؟ الحكام المصريين هم اللي هيديروا الموسم اللي جاي كاملة، حتى مباريات الاهلي والزمالك، هيتم اختيار حكام على اعلى مستوى لدوري ممتاز وحكام على اعلى مستوى الدرجة الثانية، كمان دوري محترفين، يا جماعة الخطة دي كانت فين؟ الراجل اتكلم كلام محترم جدا بالمناسبه. لو اتحاد الكره بيفكر كده جدا الكلام اللي قاله على فكره. لو اتحاد يعني انا الراجل ده كنت سوري انا اسف، الراجل ده كنت بنتقده بريرا ده كنت بنتقده. نعم بس انت وقفت جنبه امبارح، بعد حواره مع سيف، الحقيقه مع سيف زاهر كان رائع، فعجبني جدا الكلام اللي قاله. ولو طبق الاستراتيجيه دي هنجد نجاح. حاجه واحده بس هي اللي ناقصه، هو يقول الانديه زي ما الانديه انا ما بدخلش في عملهم واختار معاهم مدير فني يسيبوني. هو في انديه بتتدخل في عمل رئيس لجنه الحكام؟ يقول لو كان في نادي يقول، يقول لنا لو في نادي بيتدخل. طيب الهيئه ممكن ما يكونش معاه هو، مش ده اللي كان هو اللي قال، مش ده اللي كان بيطلب المصري، مش ده اللي كان بيطلب بيه النادي الاهلي، مش ده اللي قاله امبارح بريرا كله، مش ده النادي الاهلي كان بيقوله، مش ده اللي طلبه مجلس اداره النادي الاهلي في معظم بياناته الخاصه بتطوير التحكيم وتحقيق مبدا العداله. امبارح بريرا لما اتكلم ادالنا كده ضوء من بعيد. لو اتحاد الكره بيفكر بهذا الامر، ولو بريرا بيفكر بهذا الامر، وهنشوف ده على ارض الواقع من بدايه من الموسم الجديد. انا بقول لك انك هتشوف موسم هايل، اقول لك النادي الاهلي مش هيشتكي، هقول لك الانديه كل واحد كان صوته عالي وبيطلع يقول التحكيم وانا عايز اغير وانت ازاي تحط لي وازاي تعمل لي، محدش هيتكلم، لان هيبقى في منظومه محترمه، في منظومه احترافيه بتعاقب الحكم اللي بيخطئ وبتبعده عن الساحه ماتش 2-3 لحد ما يرجع لبريقه، بتختار الحكم اللي بيناسب في المكان المناسب في المباراه الفلانيه، لكن مش رح تجيب لي حكام من اخر الدنيا. هو انت النهارده النمسا هتقعد تتحكم مباريات في النمسا؟ هتقعد تتحكم مباريات في سويسرا؟ تقدر تعاتب الدوري الانجليزي؟ لما انت بتروح تجيب انصاف الحكام من بره هنا وتديها الاف الدولارات ليه؟ عشان ايه؟ عشان الحكم بتاعك ضعيف؟ اديله فلوسه، اديله مستحقاته. عشان عندك مشاكل في الفار؟ حلها لي، قول لي ايه استراتيجيتك لحلول تقنيه الفار؟ طلع مشاكلك وحلها لك. احنا بنكتم على مستحقات الحكام ونحاسب الحكام، نكتم على اخطاء الفار ونقول اصل حصل وحصل وحصل ومش ذنبنا. صحيح. طب انتوا رايحين بالمنظومه لحد فين يا جماعه؟ رايحين بالدوري العام لحد فين؟ وهو ده اللي بيقف جنب المنتخبات، هو ده اللي بيعمل اثاره فتن ما بين الجماهير. صحيح. هو ده اللي بيعمل اثاره ما بين الانديه بالمناسبه. لكن انت القصه عندك،
الازمه عندك في اتحاد الكوره حلها لي. طيب اخيرا يا استاذ عصام علشان الوقت برضو السنه القادمه للنادي الاهلي سنه صعبه جدا في كل شيء جدا ولكره القدم المصريه ولكن خلينا كده وللاكثر مشاركه طبعا للكره المصريه لكن الاهلي باعتباره الاكثر مشاركه لانه الاهلي مثلا هيلعب كاس عالم ما حدش هيلعبه في مصر طبعا هيلعب السوبر دوري الممتاز الافريقي وهيلعب الشامبيونز وهيلعب السوبر الافريقي كمان لسه عنده السوبر الافريقي لكن انا اقصد انه هيلعب كاس مصر القديم السوبر الافريقي طبعًا لسه طبعًا دوري ابطال افريقيا تاني كاس عالم الانديه تاني ده بالتالي احنا حسبناها لقيناها 150 يوم هل سيستطيع او تستطيع لجنه المسابقات ان هي تقدر تعمل دوري طبعا تقدر أوكي. بص يا كابتن كتاب الكوره مش سايب حاجه واي حد معاه مسطرتين وقلم رصاص بتاع زمان دي اللي بنشتري لها السن دي الشيك يعمل دوري الاهم ان يكون عنده الاجنده القاريه والاجنده الدوليه اللي هي افريقيا من سنوات طويله بقت حتى الكاف يعني بقى بيعملها لسنوات قادمه صح يا اسامه وبالتالي عشان تدمج ده بده وتضع مواعيد حديديه وكم كنا كالعاده معلش ما حدش يزعل مني سعداء بالنادي الاهلي انه ما طلبش يوم زياده وانا قلت لحضرتك الاهلي لن يطلب طالما التزم رئيس لجنه المسابقات بالمواعيد ولا اجهاد وقلنا حاجه مع الاجهاد مع ما ما والراجل محترم كولر عمل التدوير وعمل 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 صحيح حتى ونحن سعداء ايضا بالاهلي الاول في عدد المباريات عالميا لكن ما هي دي برضه ما هياش حاجه حلوه انها تستمر سنوات طويله يا كابتن صح. الا في ظل جداول منتظمه وان يكون لديك من الاحترافيه ان تضع مع جدولك الاجنده القاريه والدوليه والله ما هو صعب بالمره كل الحكايه الا تترك الحركات بتاعه نسيب شويه ايام عشان نجامل شويه ناس او ناس معينهم طيب. مش شويه ناس ولا حاجه عايز اعرف رايك يا كابتن اسلام عن ما يحدث في موضوع ال 150 يوم احنا عندنا 150 يوم هل سيستطيع اتحاد كره القدم مع لجنه المسابقات ان هم يقدروا يعملوا الدوري الممتاز المصري بشكله العادي الطبيعي دورين وكل ده والله لو احنا عندنا اداره محترفه عندها ورقه وقلم بالفعل وماشيه طبقا لاستراتيجيه او اجنده محترمه انا عايز اعرف هي ليه عندنا ده عندنا اتقلبت الكوره قصه كيمياء وقصه احياء حصه كيمياء وحصه كيمياء وحصه احياء ليه ما تشوفوا يا جماعه الدوريات في كل العالم الدوريات كلها ممتاز ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه ودرجه رابعه احنا ما عندناش الكلام ده انت علشان خاطر تتكلم عن الاهلي مثلا الاهلي بنتكلم ان احنا بنشوف معسكر في النمسا او معسكر في المانيا الاهلي لو قدر يعمل معسكر في اسكندريه يومين بس ما عندوش وقت الاهلي داخل على كاس مصر في نصف النهائي داخل على دوري السوبر داخل على دوري ابطال افريقيا داخل على كاس عالم الانديه داخل على بطوله الدوري ممتاز داخل على السوبر الافريقي ست بطولات الاهلي يا دوبك الولاد طلعوا يشموا نفسهم اسبوع اسبوعين يعني عايز يشوف اهاليهم شويه فطبعا صعب جدا ارهاق ما بعده ارهاق فاتحاد الكوره نتمنى هنقولها تاني وتالت وعاشر الناس بتسمعنا وهم لما بيسمعونا بيزعلوا يا جماعه ما تزعلوش اقعد ما بينك واجه نفسك بحقيقه الامور اللي احنا شايفينها وانتم مش عايزين تشوفوها من فضلكم اطلعوا بنظام مسابقات محترم من فضلكم يطبق على الجميع بس كده بس يطبق على الجميع, الجميع. اوله من النادي الاهلي على الجميع وكلمنا يا كابتن سياسه اللعب النظيف اتمنينا ان يكون في سياسه اللعب المالي النظيف تطبيق النظام بيطبق ولا بيطبقش عندنا قلت الموضوع ده السنه اللي فاتت في نفس التوقيت ده برضو قعدت اتكلمت قلت يا جماعه لازم نعمل اللعب المالي النظيف طلعت الناس قالت لك ده بيقطع في مش عارف ايه وبيعمل ايه لا ما الناس مش هتسيبك بس نفهم الناس يا كابتن اسلام اللعب المالي النظيف اللي هو ايه اللي هو اللي انت بتدفع بتخسره قد اللي بتدخله ميزانيه سنويه معلومه قبل معروف مصدر عشان ما يجيش نادي بالظبط كده بيستثمر او نادي معفوش جدا الاستاذ الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في برنامجه قال أن النادي الأهلي هو أكثر الأندية التزاما فيما عليه من التزامات صفي الرصيد ده يعني هو اللاعب المالي النظيف اللي هو لأنها مؤسسية بالظبط المسألة بص يا كابتن امبارح عشان جمهور الأهلي يعرف البلوفات اللي الاداره مش فاضيه لها باذن الله يعني كله شغال لكن طريقة. عليكم انتم ايضا زي ما حضرتك قلت واكدنا انا والاستاذ سامع انه فضفضه الجمهور ده جزء اساسي في النادي الاهلي طبعا انما فكره مهمه مع كابتش وير بابا فاسيليو قال انه النادي الاهلي وقال حتى ان هو على يقين وواثق مما يقوله يستطيع بالمؤسسيه اللي عملها
قال بقى الخطيب ولا كولر ولا النجوم بالمؤسسات اللي عملها واللي انتجت فريق يملك ما هو خطط دفاعيه وهجوميه يلعب في اي دوريات في العالم. هل بابا فاسيليو بيجامل المؤسسه الحمراء؟ هل بابا فاسيليو اهلاوي؟ هل هو مثلا اخو كولر غير الشقيق مثلا؟ هنا لازم ننتبه لحاجه قالها الاستاذ سامح، الا وهي ان يكون هناك ادوات احترافيه، وهي ليست اولا صعبه ولا حتى هتزعلهم فيما هو صدقات ومصالح وحاجات من هذا القبيل، ما فيهاش حاجه، كل العالم كده ماشي كده صح عادي جدا يعني. بس النسبه بقى، النسبه يا ناس مش عايزين بس. طب اخد برضو اسمح او يعني اسم حضرتك، اسم حضرتك اه. لا اصل انا كنت بفكر في حاجه تانية، اخد الراي حضرتك. انا بقى لما تفكر في حاجه تانية. نعم بقى لما تفكر في حاجه تانية. لا دي حاجه عشان اقولها للناس ولا ما اقولهاش. طيب عايز اخد راي حضرتك فيما يخص العام القادم بالنسبه للنادي الاهلي، كيف ترى العام القادم في ظل هذه الارتباطات الكبيره جدا والكثيره جدا؟ وبعدين اسال استاذ. انا شايف انه الاعوام تشبه بعضها البعض في النادي الاهلي باذن أي. الله يعني. ليه؟ لانه لا مكسب ان شاء الله، مكسب يعني. مبني على جهد جهيد لمؤسسيه اي حد زي ما قلنا بالظبط. ها وعوده سريعه، ما اعرفش حضراتكم هتأيدونا ولا لا، كابتن خالد بيبو مديرا للكره، والكابتن سيد عبد الحفيظ حين بدا اول خطواته من ساعده ليس فقط دوران العجله الحمراء ولكن المؤسسيه. انت تدخل كترس في اله، وبالتالي وانت بقى بتتكلم عن الاداره تعمل ما عليها ولديها، النشاط الرياضي في العاب اخرى، كرة القدم بقى اللي هي بقى كريمة الموضوع تعمل على مدار الساعة. إذا الناتج المحلي بإذن الله للنادي الأهلي يسعد جماهيره التي لا تحاسب بالقطعة، ومن ثم البوادر باينة يا كابتن. ما دون سنوات بتيجي كده كل كام سنة اللي هي تغيير الجلد والنزول بمعدلات السن، حتى دي الحمد لله معروفة في النادي الأهلي، لما بقاش نتاج دروب مشاكل زي ما حضرتك قلت والسامح أكد في موضوع تغييرات مثلا اداريه، لا ده ما بتجيش عشان في حاجه، لا هي كلها ضمن منظومه كامله تمام. لبرنامج بيعمله اي مجلس انتخبته الجمعيه وايدته اصحاب الملكيه الاصليه جمهور النادي الاهلي. استاذ سامح بص يا كابتن اسلام، انا عارف انك عايز تختم، بس انا عايز اختم بقصه اللعب المالي النظيف. فضل. ليه؟ بيعجبني في برنامجك انك انت هنا ما بتدافعش عن مبادئ وحقوق النادي الاهلي فقط، ولكن انت بتتكلم من المصلحه العامه. انتوا هنا كبرنامج او كقناه السياسه محترمه، فدايما بتحط المشكله لكن بتقول الحل. فانا عايز اقول برضو للناس الحل عشان يبقوا فاهمين. اتفضل. سياسه اللعب المالي النظيف ان يكون زي ما قلنا اللي بتكسبه قد اللي بتدفعه، ما يبقاش في نادي بيجي يستثمر او حد معاه فلوس يجي يعلي سقف اللاعبين، يعلي القيمه السوقيه، يخطف لعيبه بين انديتها، المنظومه بتخرب، المنظومة بتبوظ. انت بتحكم على الأندية الجماهيرية بالضياع، بالانقراض، بالاختفاء، ان هم ينتهوا تماما. فنتمنى ان ده يطبق، نتمنى. احنا بنقول لهم اهو عشان بيقولوا ان انتوا خطبة بتطلعوا تتكلموا وتهاجمونا فقط، مش صحيح. لا احنا مش صحيح، احنا دايما بنقول الصالح العام وبنقول ايه الحل، بنقوله لكم اهو. اذا حد عايز يطبق، مش عايزين تصرف جنيه هات جنيه واصرفه، بس انتوا مش عايزين بس. لو ليكم مصالح تانية بتختلف مع اللي بنقوله ربنا معاكم. اما بقى بالنسبه للنادي الاهلي خلينا نختم بيها عشان نختم بحاجه جاي. حلوه بقى لجميع النادي الاهلي. طبعا الاهلي الموسم اللي جاي شاق جدا، انت رافع شعار الحفاظ على الالقاب اللي انت خدتها في هذا الموسم، وتجيب بطولات تانية عشان تدخل بقى فرع التجمع الخامس بطولات جديده كده وتحطها هناك، لان هنا طبعا الجزيره خلاص الجزيره اتملى بطولات، فعشان تروح للتاني. طبعا مارسيل كولر راجل بيفكر بشكل محترم جدا، قدر يرتب ويوفق اوضاع لاعبي النادي الاهلي جوه النادي الاهلي، قدر ان هو يلملم اوراق لعيبه كتير جدا كانت محتاجه ان هي تتكلم مع نفسها ومحتاجه انها تقعد قعده صراحه مع صحيح. نفسها، والامثله كثيره جدا، مش هجيب اسم لاعب بعينه، لكن شفنا بيرسي تاو تاني، شفنا حسين شحات تاني، شفنا محمد شريف بيسعى وبيجتهد، شفنا كهربا نجم الشباك والظروف ساعدته والاعلام والبروباجندا، هو ولد شقي كهربته وفولته عالي يقدر يدي معاك بشكل محترم جدا، فقدر ان هو يلملم الاوراق دي كلها، قدر يدي قفشه مساحه من جديد، قدر يطلع محمد هاني، قدر محمد عبد المنعم يخليه يبحث عن ذاته. فكولر السنه دي قدر ان هو يرجع لي لعيبتي،
ايه كل ده وقالك مش هقول اسماء مش قادر ما ادلهمش حقه الصراحه ومش قادر ما ادلهمش حقهم وعلى مستوى الصفقات عايز اقول شابو لصفقتي امام عاشور ورضا سليم. امام عاشور محتاجه جدا في مركز 8 بيروح وبيجي بيطلع بيتقدم وبيرجع وده اللي كولر بيعمله هذا الموسم وهيصر عليه في الموسم اللي جاي. وامام عاشور جوكر غير طبيعي ولاعيب ممتاز جدا وانا بقولها وهنتقابل هنا ان شاء الله تاني من افضل صفقات النادي الاهلي 5 سنين اللي جايه هتشوف الولد ده هيروح فين. رضا سليم طبعا لاعب ولا احلى عشان الناس تبقى عارفه راجل شايل الدوري المغربي وفايز بيه واخد افضل لاعب موسم 2022 2023 واخد افضل لاعب في 2020 مع في كافضل ناشئ واخد بطوله امم افريقيا مع منتخب المغرب للناشئين او الشباب على ما اتذكر لعيب عالي جدا الموسم اللي فات لعب 39 مباراه احرز 13 هدف وعامل اسيست 14 هدف فولد ممتاز رضا سليم وبيجيد في الجناحين فالاهلي لا ينقصه في الموسم الجديد بنتمنى لان الاهلي لما بيكون فايق منتخب بيبقى فايق حقيقي. فالاهلي لو قدر يعطر على صفقه سوبر كمهاجم سوبر في الطريقه محنك في الطريقه محنك لان سوزا على قد معرفتي لسه الدنيا يعني لسه ما اتحركتش الفريق الكوري الجنوبي ماسك فيه شويه فقصه موليكا اتقفلت شويه مع بشكتاش فالاهلي لو قدر ان هو يلبي رغبه مش كولر بس كولر كان نفسه رغبتنا كلنا انه يجيب مهاجم سوبر الى جانب كهربا المحنك وشريف اللي يا رب يرجع مخيف تاني ويكسر الدنيا زي ما هو متعود وبدا يفوق فعلا في اخر السيزون انا اقدر اقول لك ان الاهلي الموسم القادم لن يقدر عليه احد. شكرا ان شاء الله. عايز بس اقول لاهل اللعب النظيف لما تلاقي نادي الاهلي كان وصل لاتفاق مع لاعب على 2.7 مليون فانت تروح عشان تاخده واقف على الرغبه يعني مفيش فلوس من الدوري الانجليزي فيما فات افلام سنتين ورا فيقول له والله ما ادفع غير 4.2 هل هذا هو اللعب المالي النظيف؟ هذا وبالله التوفيق. النادي الاهلي زي ما سامح قال يملك مقومات النجاح وفرحه جماهيره. حقيقي انت النهارده داخل على موسم يا جمهور الاهلي الجديد ان شاء الله غير وكل المواسم وانت حامل الالقاب ما بقاش بقى حامل لقب الدوري ولا الكاس حامل الالقاب ستدافع عنها جميعا باذن الله بسبب عائله الاهلي وفكره ونموذج المؤسسيه الحمراء. يا رب ان شاء الله ويكون موسم رائع وجميل لعشاق النادي الاهلي كالعاده ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا استاذ عصام على وجودك. شكرا جزيلا يا استاذ سامح على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع ان شاء الله التقي مع حضراتكم مع بدايه الاسبوع القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.